أحبائي المشاهدين، برحب فيكم مرة جديدة أحبائي من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي. أنتم معنا الآن أحبائي بث مباشر من سيدني، وحلقة هذا الأسبوع بعنوان قيود مفرحة لكن عاقبتها الموت. قيود مفرحة إشارة لخطايا متنوعة نعيش فيها ونفرح فيها ولا نرى فيها أنها قيود أصلا. نحن نسميها قيود لأننا نراها من وجهة نظر إلهية بحسب ما شرح الكتاب المقدس، لكن الإنسان بخطاياه عايش مرتاح فرحان، ولولا أنه ما بيحب الخطية لا يعيش فيها ولا يطلبها، لأن إبليس يزين لنا الخطية ويجعلها براقة وجذابة وهكذا يصطاد فيها النفوس. وسنتوسع بهذا الموضوع أحبائي بإسهاب، لكن طبعا قبل ما أسلم الكلام لضيوفي بحب من كل قلبي أعزي أحبائنا أهالي ضحايا الأحبة الأقباط اللي ماتوا استشهدوا بليبيا على يد الإرهابيين، فنحن منعزيهم باسم الرب يسوع المسيح ومنصلي وعم نصلي وصلينا لأجلهم ولأجل كل من هم في ضيقة، حتى الرب أيضا يعني يرفع عنا الضيق وعن كل من هم في ضيقة ويمنح تعزية حقيقية بالروح القدس. الرب يعطينا نعمة، وسنتكلم قليلا حول هذا الموضوع مع أحبائنا، حيث أننا نرى في هذه أيضا قيود التعصب الديني، قيود شيطانية رهيبة سنتكلم عنها قليلا بإسهاب، حيث نضع القيود التي تمسك الإنسان من عدة أوجه. ولكن دعوني أحبائي أرحب بنعمة الرب بالدكتور الفاضل خادم الرب عاطف ألبرت. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا. الرب يباركك ونشكرك من أجلك في سيدني أستراليا. شكرا. الرب يباركك. ونحن أحبائي طبعا رح أعرف على الدكتور عاطف بعد قليل وخدمته، لكن أيضا برحب بنعمة الرب خادم الرب، نشكر الرب من أجله خادم الرب سمير جندي. أهلا وسهلا فيك أخ سمير. أهلا بك. الرب يباركك. مبسوط أكون معكم في هذه الفرصة. الرب يباركك وأشكرك لأجل أنك شرفت البرنامج، مش أول مرة طبعا، لكن طبعا أحبائي الدكتور عاطف أول مرة بيكون معنا، لكن أنا تعرفت على دكتور عاطف من حوالي 22-25 سنة يمكن، ما بعرف، سنين طويلة لما زار أستراليا من مدة طويلة. حاليا هو الدكتور عاطف عم يخدم بجمعية خلاص النفوس كامبل تاون، وأيضا الكنيسة المعمدانية العربية في كامبل تاون، وأيضا عم يخدم مع جمعية خلاص النفوس ستراسفيلد في سيدني. عم بتكلم أنا عن أستراليا، وبنعمة رب بكرة مسافر على ملبون ورح يخدم في جمعية خلاص النفوس بملبون. رح يسافر تقريبا من هناك ويترك بواحد مارس بتسموها نحن نقول عزار، رح يترك إلى مصر فيما بعد. الرب يوصلك بالسلامة ويستخدمك في كل مكان. سعيد أن أكون معك في هذا. الرب يباركك. شكرا. طبعا العنوان شوية يمكن غريب للبعض، لكن قيود مفرحة، هل يمكن أن الإنسان يكون فرحان بقيود ماسكته؟ هو الكتاب بيقول أن إله هذا الدهر أعمى الآذهان غير المؤمنين. نعم. فلما بيكون الإنسان عميان ما بيقدر يشوف الأمور بطريقة صحيحة، وده اللي بيحصل، أن الشيطان يزين الخطية على أنها أشياء جميلة. نعم. وده اللي قاله الحكيم، توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة لكن عاقبتها طرق الموت. نعم. في ناس كتير ما بتفهم النهاية، عشان كده الشيطان بيقدر يزين ليهم الحاضر من غير ما يكون كشف ليهم المستقبل. وده اللي بيخلي القيود في البداية شكلها حلو، لكن بالنهاية بتكون بتقيد الإنسان بقيود مذلة وعادات شريرة وتؤدي إلى الموت. بالطبع. أشكرك جدا. طبعا أحبائي قبل ما أسلم الكلام للأخ المبارك الأخ سمير، بحب أذكركم أنه رح بيكون معنا بنعمة الرب خادم الرب المبارك، وطبعا معروف جدا لدى الكثيرين خادم الرب من الأوفرسيز، رح يطلع معنا على سكايب صوت وصورة الدكتور حليم حسب الله. الرب يبارك. الدكتور حليم رح يتواصل معنا بعد دقائق وسنسمع منه بإسهاب، لأنه سيشاركنا بهذه الحلقة أيضا. تفضل أخ سمير من فضلك، تعطينا هيك تعليقك الأولي من فضلك. أنا بقول أن الموضوع دوا خطير، لأن بيبدأ بعادات وتسليات وأمور حلوة، لكن بينقلب في الآخر إلى أمور لا يستطيع الإنسان أن هو يتحكم فيها. دي مشكلة كبيرة بتواجه ناس كثيرين في هذه الأيام. لحظات الواحد بيبقى فرحان بيها، أنه بيتسلى، بيشوفها أمور مثلا طبيعية، أمور عادية، لكن في لحظة بتبص تلاقي نفسه أصبح كأخطبوط كده مسك فيه ومش قادر يتخلص منه. ده موضوع خطير، لكن ربي يعيننا عشان نقدم للمشاهد العزيز تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، وفي نفس الوقت
ايه هو العلاج اللي احنا يجب ان احنا ناخده في هذه الامور او هذه الحالات؟ امين امين. طبعا انا حاليا بدي اتكلم قليلا في البدايه من جهه ما حدث بالنسبه للذين ذبحوا في ليبيا. طبعا ومش اول مجموعه يعني طبعا بتظلم، لكن الرب طبعا في وقته يتدخل وقادر أن يعزي وقادر أن يخلص ويبارك. أمين. وعنده طرق متنوعة. أمين. بتحب تعطونا من فضلكم تعليق أولي حول هذه القيود الشيطانية التي تمسك الإنسان، وباسم الإيمان والدين ممكن تقنعه أنه يقدر يعني يقتل أخيه الإنسان، أخيه بالإنسانية، وطبعا هو فرحان أنه يتمم واجباته الدينية. مشكلة الفكر مرات يسيطر على الإنسان إلى أنه يصبح هذا الفكر قيد على الإنسان. نعم. أتذكر عبارة قرأتها في الماضي أثرت على حياتي. نعم. من خطورة الفكر، يقولون ازرع فكرا تحصد عملا، وازرع عملا تحصد عادة، وازرع عادة تحصد سلوك. نعم. فكي يصل هؤلاء إلى السلوك كان لابد من أن يتم اللعب في أفكارهم. فلما تم لعبهم بأفكارهم وصوروا لهم أن القتل شيء صحيح، وأنه ده طريق لإرضاء الله، وأن الله يريد هذا، فكانت النتيجة أن هؤلاء اقتنعوا بهذه الفكرة. نعم. سيطرت عليهم هذه الفكرة، امتلأوا بهذا القيد، لدرجة أنهم وهم يذبحون الناس هم يشعرون أنهم يقدمون خدمة لله، هم يشعرون أنهم يقربون يعني عبادة لله مرضية، الله راضي بهذا الأمر. نعم. وبالتأكيد هذا الأمر خاطئ، لأن الله لا يقبل القتل على الإطلاق. لا يقبل القتل على الإطلاق. أخ سمير، بالنسبة لذات الموضوع، لأنه كما أن الشيطان يزين الإنسان خطايا متنوعة، بيزين لهم أيضا خطايا الدين. التدين مشكلة كبيرة سقطت بها البشرية منذ بدء السقوط الأول. صحيح. الآدمي الأول يعني. صحيح. الإنسان ما يقدرش يعيش بلا تدين. نعم. لكن مرات كثيرة الواحد بيسيب نفسه لهذا الدين لدرجة أن هو يبقى عبد لهذا الدين أو أسير لهذا الدين، ولا سيما لما يكون في واحد متعصب. نعم. وفي نفس الوقت مش بس متعصب، وتعلم تعاليم غلط في حياته، ووصل إلى مرحلة من المراحل أن هو يكره الآخرين، إزاي يقتل الآخرين لأجل إرضاء الدين. هذا ده شيء طبعا شيء فظيع. إزاي الله المحب، الله الخالق الإنسان، الله اللي هو أعطى للإنسان أن هو يكون يعني شبهه ومثاله ومثله في كل شيء، أن يوصل إلى هذا المرحلة أن هو يكره أخوه الإنسان. ده شيء فظيع. أن مرات كثيرة يعني مثلا أديك مثل من الكتاب المقدس عشان ما بعدش كثير عن الكتاب. يقول الكتاب أن بولس وهو شاول ارتأى في نفسه ان هو يفعل امور كثيره ضد التلاميذ او ضد اسم المسيح، الشيعه اللي كانت موجوده في ذلك الوقت، وكان بيقودهم الى القتل، وكان مبسوط جدا وبياخد رسائل من الشيوخ ومن الجماعه الكبار علشان خاطر يسوقهم الى السجن. نعم. وقد ايه كان فرحان بهذا المشهد، لكن لما فاء لنفسه عرف محبه الله استطاع ان هو يدرك ان هو قد ايه كان غلطان. يقول لك هو ان هو فعلا حس فعلا ان اللي عمله ده كان شيء فظيع لا يليق بواحد مؤمن او بشخص انساني، حتى انسان بشري، ان هو يعمل هذا الامر. ازاي هو يتطاول على ان يقتل اخرين بلا سبب وبدون محاكمه. يعني طبعا انا اراها يعني اراها بكل وضوح انها قيود شيطانيه. صحيح. خطيره جدا. يعني انا اراها مش بس انه الانسان بيكون خطر على نفسه، انما خطر على الاخرين ايضا. والرب يعطينا نعمه نقدر يعني نفك هؤلاء او نكسر اغلال هؤلاء باسم. صحيح. المسيح. أمين. لانه لا يكسر هذه القيود الشيطانيه وهذا الادمان، يعني زي ما تقول شيطان الادمان. على هؤلاء الا اسم المسيح وسلطان. صحيح. اسم المسيح. صحيح. طيب بدي اخذ، مش عارف اذا كان الاخ حليم متواصل معنا. الاخ حليم اذا عم تواصل عم تسمعني اخ حليم، من فضلك دكتور حليم. طيب فيري جود. عم يسمعني حضره المخرج؟ طيب دكتور حليم اهلا وسهلا بك، ربي باركك ونشكر رب من اجلك وشرفت البرنامج.
شكرا يا حبيبي، الرب يبارككم. ربنا يباركك. طبعا انا قادر اشوفك الان، اهلا وسهلا بيك على البرنامج. وطبعا حضرتك عم تسمع من البدايه، طبعا عندنا قيود الادمان المتنوع، وانا حاولت ابتدي بقيود التدين، لانه شيطان التدين امر خطير جدا وبياكل من كل الجهات. والاخ الفاضل الاخ سمير اتكلم عن شاول الطرسوسي الذي صار فيما بعد بولس عندما تاب، الذي كان سيفه او غضبه وحقده ياكل في كل الاتجاهات. فبتحب من فضلك تقدم رسالة تعزي للأحبة اللي ماتوا، للأهالي، لأهالي الأحبة اللي ماتوا بليبيا استشهادا وقتلوهم الإرهابيين، وتعليق من فضلك في البداية. أنا الحقيقة أحب الأول أقول أن قيود التدين من أصعب القيود، أصعب من قيود المخدرات والإدمان ولعب القمار، من أخطر وأصعب ما يكون قيود التدين بصفة خاصة. وده بنشوفه على ممر التاريخ والعصور، الإنسان بيخلق لنفسه ديانة وحاول يشبع كيانه الداخلي لهذا التدين المزيف الذي لا يفيه. أما أولئك الذين سمح لهم الرب أن يجتازوا في مثل هذه الظروف، أنا أود أن أقول شيء واحد، أن الأمور ممسوكة في يد الرب، والرب لم يفقد سيطرته على كافة الأمور. فما هو قد حدث حدث بسماح من الرب، وليه فايدة كبيرة. أولا في حديث للناس اللي لسه عايشين في قيود التدين، يشوفوا عمليا درس التدين إلى أي حد يقود الإنسان. شيء آخر بنشوف بسالة وشجاعة هؤلاء الشباب الذين كان من الممكن تحت ظروف الضغط والسيف السكين اللي على رقبته كان ممكن ينكر مسيحه وكمل عمره، لكن فضلوا الموت من أن يبقوا على قيد الحياة. وده شيء رائع الحقيقة. في ناس بيبقوا مدعين الإيمان لكن تحت ظروف أقل من هذه الظروف بما لا يقاس بينكر الرب، لكن هؤلاء الشبان الشجعان اللي بسميهم أبطال تحت هذه الظروف كلها لم ينكروا المسيح. فذلك أنا شخصيا أطوبهم. الإيمان في منتهى البساطة، ممكن الإنسان وهو منقاد إلى الموت يرفع قلبه إلى السيد الرب له كل المجد ويسلم حياته، وإلا كيف يواجه الموت في سبيل المسيح. ولذلك أنا أقول لأهلي ولنفسي ولكل من أصابهم هذا الأمر، أن الأمر تحت سيطرة الرب ونحن نطوبهم لأنهم مع الرب طوباهم. ده شيء جميل. أما نحن فلنتخذ قرار لأنفسنا بأن نعيش الحياة الصحيحة، مش التدين لكن الإيمان الحقيقي الذي يجعلنا نحب حتى من يعادينا. قال الرب إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، لكن أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. أنا بصلي من كل قلبي الظرف ده ما يقودناش إلى حالة من السخط وحب الانتقام، لكن يخلينا كمسيحيين نتحلى بالحب ونصلي لأجل هؤلاء. جميل أخونا لما اتكلم عن شاول الطرسوسي، شاول الطرسوسي كان بيظن أنه بيقدم خدمة للرب، لكن أدرك الحقيقة عندما أنار الرب عليه. أقول أناس يعيشون في الظلام ويعتقدون أنهم في النور، لكن متى أشرق النور الحقيقي إلى قلوبهم لأدركوا عمق الظلام الذي يعيشونه. أنا بصلي أن الرب يشرق بنوره على هؤلاء ويستفيدوا من خلال ما فعلوه بأنهم يرجعوا للرب يسوع المسيح. تعزياتي لكل العائلات وتعزياتي لنا جميعا، لأن ما أصابهم قد أصابنا. طبعاً الأمر محزن جدا أحبائي، ورح يكون في رح ألعب فيديو قصير مش حول المجزرة اللي صارت، بدي بنعمة الرب أعرض فيديو عن شخصية قتل 48 بنت وامرأة في أمريكا، سيريال كيلر، يعني شخص قاتل يعني بيحب القتل. وطبعا عمل عقد مع الدولة مع الحكومة أنه إذا ما بيعدموه بيوريهم مكان الجثث، فكان مدمن على القتل مثل ما هلأ منشوف الإرهابيين مدمنين قتل، مدمن قتل وفرحان، وكما لو أنه عم يشرب كاس ويسكي وعم يمجد إلهه، لكن هذا إله الشيطان.
مش ممكن الله يطلب القتل والله يفني البشرية بهذه الطريقة. الله بيقدر يفنينا من دون ما يحتاج لأي شخص منا. فهذا الفيديو اللي رح نلعبه شخص قلبه قاسي جدا، مجرم، 48 امرأة قاتل وفتاة، لكن لما كانوا عم بيتكلموا معه بالمحكمة قلبه لم يتحرك إلا بمناسبة واحدة. رح نشوف الفيديو ومن فضلكم تابعوه بتدقيق، ورح يكون فيه طبعا هو بالإنجليزي بس فيه ترجمة بالعربي، لكن هذا الشخص قلبه تحرك جدا لما أتته رسالة خاصة. تفضل حضرة المخرج. As charged in count one for the death of Wendy Lee Caulfield. Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree? As charged in count two. Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. أهالي الضحايا أحبائي عم يتكلموا مع المجرم، هذا المجرم، وعم بيقولوا له أنه أنت ما بتتذكرهم من هم، لكن هم يعنون لنا كل شيء. هم لا يعنون لك، لكن هم يعنون لنا كل شيء. أنت قتلتهم، أنت حطمتنا إلى مهلك. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him. هذا الشخص كسر له قلبه في المسيح للمجرم. There are people here that hate you. قال له يوجد هنا أناس يكرهونك. I'm not one of them. لكن أنا لست من هؤلاء. You made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. أحبائي، منلاحظ أنه هذا الفيديو طبعا قصير جدا، لكن أنا حبيت أستخدمه بمناسبة المجزرة التي صارت على الأحباء الذين قتلوا في ذبحوا في ليبيا. قلب هذا المجرم قاسي جدا جدا، لم يتحرك. أهالي الضحايا عم بيقولوا له نحن بنكرهك، أنت، سامحوني على الكلمة، قالوا له أنت حيوان، أنت بلا قلب، أنت. وقال لهم أنا ما بذكر كل هؤلاء الضحايا ولا يعنون لي شيئا. فقالوا له هم لا يعنون لك شيئا، بس هم كانوا يعنوا لنا كل شيء. أنت قتلتهم، أنت حطمتنا. إلى أن وصل هذا الأب اللي بتشوفوه هيك أب عجوز شوية بالعمر، متقدم في العمر، قال له أنا مش رح غير مبادئي، أنا تعلمت أنه المسيح يعلمني أني أنا أحب وسامح. Sir, you are forgiven. سيدي أنت إنسان مسامح، أنا سامحتك. فلما لما قدم له رسالة المحبة باسم الرب يسوع المسيح، انكسر هذا الوحش في الداخل، انكسر وأجهش بالبكاء. وفعلا رسالة المحبة هي التي تكسر قيد الإنسان الذي سقط في قيود متنوعة، منها الإدمان، وإدمان على القتل، وإدمان على الزنا، وإدمان على السرقة، وإلى ما هنالك. وسنتأمل ببعض هذه القيود، لأنه في ناس كثير بيقول لك هذه مش قيد، وهذه الخطية مش قيد، وهذه مش قيد. سنتأمل فيها أحبائي، لكن أرجو أنه نحفظ هذا الفيديو، ويمكن إذا اضطريت ألعبه مرة تانية قبل أواخر الحلقة ممكن كمان نرجع نلعبه مرة تانية، حتى نري كيف الإنسان القاسي الذي قتل 48 امرأة لم يتحرك فيما الناس تتكلم إليه إلا عندما وصلت له رسالة المسيح، رسالة المحبة. معقول ربنا يحب الناس المجرمين؟ نعم، بحب المجرمين. اللص اللي كان حد المسيح على الصليب سامحه، وكان قاتل وسارق وصار في الفردوس، وهذا أمر لا يصدق بحسابات الناس وأديان الناس وعقائد الناس. أخي دكتور عاطف، من فضلك تعلق على الموضوع اللي رأيته. يمكن حضرتك ما شفتش الفيديو، بس أنا حبيت ألعب هذا. أنا تابعته معك. نعم. رسالة المسيح هي رسالة الحب،
واللي بيتقابل مع المسيح مقابلة شخصية لابد أن يتغير. المسيح بيعمل ثلاث أشياء على الأقل. أول شيء بيغير القلب من حالة الكراهية والبغضة إلى حالة المحبة. أمر الثاني بيغير من النجاسة إلى القداسة. أمر الثالث بيغير من الظلمة إلى النور. المسيح عندما يشرق بنوره على حياتنا بينور الحياة. مجد للرب. بنقدر نشوف الأشياء اللي ما كنا شايفينها في الماضي. وبالتالي محبة المسيح لما تملك على قلوبنا بيصير الإمكانية للغفران. بالمقاييس البشرية الأمهات دي ولا الأخوات اللي كانوا بيشاركوا بالكلام معهم الحق، لأنهم فقدوا أهاليهم وإخواتهم وأمهاتهم، طبعا خسارة ليهم. لكن هذا الرجل المجرم بالنسبة له كان يتلذذ في أن يقتل دون أن يبالي بأي شيء. لكن رسالة المحبة هي الرسالة التي أثرت في قلب هذا المجرم. بالتأكيد نحن نمتلك هذه الرسالة اليوم، فرسالة المسيح هي رسالة الحب. كل ما نقدم رسالة الحب للعالم كل ما العالم يتأثر، لأن هذا هو مسيحنا وهذه هي مسيحيتنا، ونحن لا نعرف إلا الحب ولا نقدم إلا الحب ولا نريد أن نظهر إلا الحب. عندما نظهر الحب بالتأكيد أن المحبة لها القوة التي تكسر أي قلب مهما كان عاصي أو مهما كان قاسي. أشكرك جدا، ربي يباركك. أخ سمير، بتحب تعلق على الفيديو أو ندخل في نقاش آخر؟ لا، أنا أحب أذكر قدامكم موضوع. كان 40 واحد من الأعداء أو اللي هم ضد بولس، 40 واحد حرموا نفسهم من الأكل ومن الشرب لغاية لما يقتلوا، ما كانوش مش هياكلوا ولا يشربوا إلا لما يقتلوا بولس الرسول. سمع ابن أخته هذا الأمر، لأنه بولس الرسول صار مسيحي. أيوة، لأن هو صار مسيحي. نعم، وهم يهود كانوا. فقالك احنا لازم نخلص عليه بأي طريقة من طرق. وكانت النتيجة أن فعلا عملوا كمين، وقالوا أول ما هيبتدي يطلع من المعسكر بتاعه، لأن كان ساعتها مسجون أو في المعسكر مع القائد الروماني، هنمسكه ونقبض عليه وهنقتله. كان كل تفكيرهم ازاي يقتلوه، انتقاما وازاي ان هم يخلصوا عليه وازاي ان هم يفش غلبهم فيه. يعني ارادوا ان يحموا دينهم بالقتل. القتل والاله الذي ندافع عنه بهذه الطريقه هو اله ضعيف طبعا، لانه الاله الذي ينتصر على القلوب بالمحبه هو اعظم بكثير طبعا. نعم. عشان لكن ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الرب نجاه بطريقة بنت ابن أخته، كانت هناك نجاة. عشان كده الرب احنا ما نخافش من اللي بيقتلوا الجسد، لكن نخاف من له سلطان على الجسد والروح أيضا. وإذا كان عمري هيكون موجود، مين يقدر ينهي عمري قبل ما الرب يؤمر بهذا الأمر؟ عشان كده هو ما نخافش من هؤلاء الذين يحاولون أنهم يرهبونا ويخوفونا ويشعلوا فينا الغضب، لكن الرب يدينا نعمة علشان نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضى أنفسنا. ونفس الوقت علينا أن احنا نخلي بالنا أن احنا مضطهدين طالما نحن في هذا العالم. لأجل اسم المسيح. والرب قال هذا الكلام، قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. أشكرك جدا. دكتور حليم معايا حضرتك؟ دكتور حليم؟ أنا معك. الرب يباركك. طبعا حضرتك شاهدت الفيديو وقدرت تسمع التفاصيل. صحيح. كلمة حلوة الأخ سمير، أنه ما بدنا نحن نسقط بفخ الغضب. وأنا أيضا أضيف عليها كلمة أخرى، لا نريد أن نسقط بفخ الغضب والكراهية، لأن الشيطان يريد أن يقسم الناس ويفرق الناس. أنا لما بشوف واحد إرهابي عم يقتل، لازم حالا بفكر شيطاني أقول لازم ينقتل، ولازم نسحقه، ولازم نمسحه، ولازم أكرهه. لكن حالا أنا كإنسان مسيحي يا دكتور حليم، من فضلك ساعدني، مش مفروض فكر بهذا التفكير، مع أنه هذا تفكير طبيعي لكل بني البشر مثل ما قال الدكتور عاطف. تفضل أخي الدكتور حليم وساعدنا قليلا. أنا أعتقد يا أسيس جون أني ما نتحدث فيه من جهة أن أنا الشخص اللي اضطهدني أو اللي ضربني أو قتل قريبي أو حبيبي أو ابني أو أخي، المنطق الطبيعي البشر مش هنقدر نطلع من الجانب الإنساني ان انا اكره اللي بيكرهني واضرب اللي يضربني واقتل اللي بيقتلني، وده المبدا الانساني. لكن علشان انا اصل الى المستوى الرائع الحلم
اللي علمنا إياه الرب يسوع هو أن نحب أعداءنا. المسألة تتطلب معجزة التغيير، ودي لا يمكن أن يجريها أحد إلا الرب يسوع المسيح. وعندنا في الكتاب المقدس من الدروس الكثير والكثير جدا، أو العينات والأمثلة والنماذج، تحط العين بالعين والسن بالسن، لكن لما الرب غيرهم استطاعوا أن يصلوا لأجل الذين يسيئين إليهم. أرجع مرة تاني بالرسول بولس اللي هو شاول الطرسوسي اللي كان يضطهد الكنيسة، مرة يقول أتلفها بإفراط، وقال عن نفسه أنا كنت مفتري، يعني كلمة مش سهلة. الكتاب المقدس قال عنه ينفس تهددا وقتلا، وكمان بيتقال عنه أن كان لا يزال يسطو على الكنيسة زئب. والرب له كل المجد، قال له صعب عليك أن ترفس مناخس. شوف كم من التشبيهات قيلت عن هذا الشخص والتصرفات التي كان يتصرفها، لكن قال عن نفسه أنا فعلت ذلك في جهل، في عدم إيمان، لكنني رحمت. لما رحمت كان يصلي بالدموع لأجل الذين يضطهدونه. يعني مين اللي كان بيضطهده أكثر من بني جنسه؟ لكن يقول لي حزنا في قلبي لا ينقطع، بيبكي لأجل أنسباء وأقاربه حسب الجسد، حتى إنه قال كنت أود أن أكون محروما أنا نفسي من المسيح وما شوفهمش بهذه الكيفية. جالوا منين هذا الشعور؟ من أين أتى إليه هذا الإحساس؟ نتيجة عمل إلهي. المسيحية تتلخص في صنع المعجزة، والمعجزة ليست هي الشفاء من مرض، والمعجزة ليست هي إقامة ميت، لكن المعجزة الحقيقية هي تغيير الكيان البشري. وده اللي مش ممكن يعمله التدين ولا أي دين في الوجود. الدين والتدين يعطيني مبادئ أحفظها عقليا، لكن المسيح لما يصل إلى الكيان البشري يخلقه من جديد، مخلوقين في المسيح يسوع. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديد. وده الشيء الرائع اللي لازم نعرفه، أن المسيح عندما يصل إلى القلب البشري يصل إلى الكيان الإنساني، يخلقه من جديد، يغيره، يخلي اللي بيقرأ يحب، يخلي الشهواني وقديس، يخلق الإنسان من جديد. وده الغرض اللي أو الرسالة اللي عاوز أوصلها لأحبائنا المشاهدين في كل مكان. لا تبذل جهدا في تغيير نفسك فأنت لا تستطيع، لكن تعال إلى المسيح سترى المعجزة بذاتها، الذي كان يقتل وينفش تهددا بالاضطهاد الكنيسة بإفراط، يقاوم، يحارب، يلكم، يقتل لأجل المسيح وبكل سرور. ولم يصلي صلوة للانتقام، لكن كان يصلي لأجل خلاصه. هذه هو عمل المسيح في القلب. لكن أضيف على الكلام شيء آخر، أن التدين في القلب الإنسان يقوده حتى للبغضة إلى الرب نفسه. في إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن اتقال عن ناس يهود آمنوا بالرب، لكن أي نوع من الإيمان؟ يقول لنا الكتاب في إنجيل يوحنا 8 من عدد 31، قال الرب يسوع للذين آمنوا به: إن ثبتتم في كلامي وثبت كلامي فيكم فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. بمجرد سمعوا كلمة يحرركم ظهروا على حقيقتهم وقالوا إننا لم نستعبد لأحد، مع أنه كانوا مستعبدين للرومان. لكن الرب ما كانش يتكلم عن عبودية سياسية، لكن كان بيتكلم عن عبودية التدين وعبودية الخطية. ولذلك الرب يسوع لما قالوا له لم نستعبد لأحد، قال لهم الرب يسوع الذي يفعل الخطية هو عبد الخطية، والعبد لا يبقى في البيت للأبد. ثم قال إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. إذا اتكلم عن نفسه المحرر واتكلم عنهم باعتبار مستعبدين دينيا وسياسيا، لكن مش دريانين. ودي مشكلة المستعبد، مستعبد ومش دريان، مش حاسس إلى أن يشرق النور من جديد على قلبه، فيدرك المستعبد أنه مستعبد، وعندئذ يصرخ إلى الرب ليحرره.
ويختبر طعم الحرية، يقدر يحب الذين كان يكرههم. أشكرك جدا دكتور حليم، ابقى معنا من فضلك حتى نتابع الحوار. نقطة حلوة أنه المستعبد مشكلته عندما لا يعلم أنه مستعبد. صحيح. أن احنا بنسمع مثل بيقولوا أنه لو عرف السبب لبطل العجب، لو عرف الداء لوجد الدواء. صحيح. لكن الإنسان لو عرف حاله أنه مقيد لطلب التحرير. لكن صحيح. إذا شو بتعمل بإنسان مش مقتنع، بتقوله للإرهابي يا عم أنت إرهابي، يا عم أنت مجرم، أنت نازل على الجحيم، ارحم نفسك. هل طبعا احنا مفروض نصلي لأجل هؤلاء لأنه أخذهم أو اقتنصهم إبليس لإرادته، بس كيف نستطيع أن نوضح فكرة أن الإنسان مستعبد ولا يدري أنه مستعبد، وكيف نضع حلول، مش حلولا، توضيحاتا في البداية؟ هي مشكلة الإنسان أنه ما مش قادر يفهم نفسه. نعم. ولا قادر يفهم نتيجة السقوط أنه صار إنسان خاطئ بطبيعته، مولود بالخطية. والخطية كطبيعة ساقطة هي أساس لكل المآسي والشرور اللي ممكن تصدر من الإنسان كسلوك إنساني. فالكذب والسرقة والقتل والخراب والتدمير والإدمان، كل ده نتيجة السلوكيات اللي نابعة أصلا من القلب الفاسد الشرير. وزي ما سمعنا من دكتور حليم أنه ما في حد بيعرف يغير القلب إلا الرب يسوع. فدي قيد موجود على الإنسان، وهذا القيد بيسيطر على فكر الإنسان. وحتى من الناحية الطبية، الاعتياد على الشيء بيولد نوع من الإدمان في خلايا المخ، فيعتاد الإنسان على الشيء. ونتيجة اعتياده على فعل الشيء يشعر بلذة وهو يمارس هذا الشيء. طبيا يعني هذا الأمر مثبت؟ طبعا طبعا. نعم. طبعا طبيا هذا الأمر يحدث. الذهن، المخ الإنساني في خلايا ربنا خلقها بتخلق نوع من الإحساس بالسعادة، ولما يحصل خلل نتيجة الإدمانات تصبح هذه الخلايا تعطي رسائل خاطئة، فتوهم الإنسان بالسعادة ويشعر باللذة وهو يفعل هذا الأمر. واو. لكن هذا الأمر سرعان ما يكتشف أنه غير حقيقي. نتيجة الإدمانات وتكرار الخطأ يصبح مدمن لهذا الفعل، يراه شيئا طبيعيا، يراه شيئا طبيعيا، لا يشعر أنه يفعل شيئا خاطئا. ومن هنا بيكون التصرفات الخاطئة اللي احنا بنحذر من خلال البرنامج، ان اي واحد يشعر انه منساق الى شيء او مستعبد لشيء او في عادة بدأت تزله او في قيد بدأ يقيده، حتى ولو كان هذا القيد يبدو انه قليل او بسيط او صغير، لكن الرب عنده الاستعداد انه يفك هذا القيد او يحرر هذا القيد مهما كان هذا القيد. نعم. الطائر لو ربطت رجله بخيط رفيع وممكن تتركه في يطير في الهواء، هو مش دريان انه في خيط رفيع ممكن يشده تاني. نعم. فيما ناس بتتصور انها حره، وزي ما قال الرسول للمؤمنين في غلاطيا، لا تصير الحريه فرصه للجسد. ففي ناس تحت ستار الحرية أن أفعل ما أشاء صاروا مستعبدين لأهواء وخطايا ولذات مختلفة. نعم. تحت ستار الحرية هم ليسوا أحرار، هم مستعبدين لهذه العادات. زي ما قلت لك الشذرة الجميلة، أن أزرع عادة تحصد مصير، فالعادة بتقود الإنسان إلى المصير، فزرع الفكر يقود لزرع العمل، والعمل يقود إلى المصير، والمصير يقود للناس للاستعباد، ونتيجة الاستعباد يصبح الإنسان مقيد ويحتاج إلى من يحرره، ولا يوجد من يحرر إلا كما سمعنا الآيات الواردة في إنجيل يوحنا أصحاح 8:36، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. مفيش حد يقدر يحرر ويفك من القيد ويخلي الفخ ينكسر ويمكن أن ننطلق في الحرية إلا المسيح. وإحنا شفنا في اختباراتنا في الخدمة كثيرين كانوا مقيدين بعادات وبإدمانات مختلفة، لكنهم عندما أتوا إلى المسيح رب حررهم، فك قيودهم وانطلقوا في الحرية وصاروا خليقة جديدة في المسيح، اختلفت حياتهم الجديدة عن حياتهم الماضية 100%. مجدا للرب، مجدا للرب. اسمحوا لي أخذ مكالمة من فضلكم ونرجع نعاود الحوار. معنا القس إدوارد. أهلا وسهلا قس إدوارد. قس إدوارد. حضرت قسيس الفاضل جون الرب يبارك. سلامي
سلامي لضيوفك ايضا دكتور عاطف واخت سمير ومعنا دكتور حليم، ربي يبارككم اجمعين ويباركك ويحفظك. حابب اتدخل بقليل في البدايه. نعزي اهالي اخواننا الابطال اللي ثبتوا لاسم يسوع المسيح. يقول في رومية: كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار. قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. هؤلاء منتصرين أبطال. أمين. حابب أعمل تدخل لحضرة القسيس الفاضل، أتواصل مع وأوافق مع الدكتور حليم، وسأملكم في قيود مفرحة عقبة الموت. أواصل مع كلمة ذكرت من الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا. وفي عدد 44 يقول: ورد يسوع على الذين قالوا: نحن ذرية إبراهيم، أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء. هنا شهوة تلذذ، حضرت القسيس شهوة وتلذذ في القتل، وهذه الشهوة مسبوعة من عدو الخير إبليس. صحيح. لكن أوافق معكم، الحل لهم هو محبة المسيح، لأنه ليس فيهم الحق، والتحرير لهم فقط هو أن يعرفوا الحق. وأيضا أنا شاهدت الإخراج الفني، المخرجين ماهرين عملوا الإنتاج. كان هذا الفيديو في مقتل هؤلاء الأحباء هو شهادة عظيمة بصراحة، ونشوف الخزي اللي اقتنسوا لأكاذيب الإبليس. يقول كتاب: هو كذاب وأبو الكذابين. صحيح. مخدوعين، ونشوف كلامهم يقولون أنه عيسى سوف يأتي ويكسر الصلبان. لكن بالحقيقة تقول في رؤيا: والتفت وانظر، الصوت تكلم معي، ومعه في يده الجبنة 7 كواكب، وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، الرب بنفخة فمه. ويبطل ظهور هذا الأثيم العدو الخير الإبليس. لكن يقول في تسالونيكي، يقول: الذي يحجز إلى أن هذا اللي يحجز سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من وسط الذي يحجز الآن. المسيحي الحر في محبة المسيح. يقول بعدين: الرب الذي يبيده بنفخة فمه ويطله بظهور مجيئه. عندنا كلمة الحق، الحرية اللي عندنا حضرة القسيس. الحرية في حق المسيح اللي حررنا. هو آتي وبنفخة فمه يبطل العدو الخير. سيكون هناك نهايه لهذا الشر. وناس كثير قس ادوارد بيسالوا انه ليش الرب متاني، ليش يتانى الى اي مجال، يعني هؤلاء يذهبون والرب ينتظر عليهم. لكن لابد انه لهذا الليل يعني ان ينتهي، ولكوكب الصبح المنير ان يظهر وان يضع الامور في نصابها، وكل انسان ياخذ حقه. صحيح حضرت قسيس، أتواصل معك في مزمور 37 عدد 12 يقول: الشرير يتفكر ضد الصديق ويحرق عليه أسنانه، الرب يضحك به لأنه رأى أن يومه آتي. الرب بيضحك، الرب بيد السلطان والقوة. صحيح. الأشرار قسلوا السيف ومدوا قوسهم لرمي المسكين والفقير، لقد المستقيم طريقهم، سيفهم يدخل في قلبهم وقسهم تنكثروا في محبة المسيح. أمين. في محبة المسيح. أمين. أمين. دكتور أسيس أدوار، رائع الكلام، بس بتحب تقلنا شيء من جهة أنا عارف أنه حضرتك نازل على الانتخابات. نعم هذا صحيح، أنا نازل انتخابات ولاية نيو ساوث ويلز لمنطقة البيرتل للبرلمان. نعم. وبالحقيقة هذا أمر من المهم. الحزب المسيحي الديمقراطي يؤكد على الحرية اللي عندنا في المسيح، وهذه من الأمور اللي إحنا بنتمتع فيها كمسيحي. عندنا حرية في الحق في المسيح، ونؤكد على هذا الموضوع الحريات، إنه نريد نحافظ على حرية وقيم المسيحية في هذا البلد. اللي هو القيم التسامح وكرم وعطاء واحترام، كلها
مبنية على قيم المسيح، واللي الآن في محاولة لتقيد كما يحاول كثيرين. شفنا أحبائنا اللي قتلوا قيدوا بيدين ورجلين، لكن ما قدروا يقيدوا المسيح اللي فيهم والحرية اللي فيهم. صحيح. لهذا نطالب يعني إنه إحنا كمسيحيين أحرار، ما في شيء يقيدنا ولا شيء يخوفنا. إحنا نستخدم أصواتنا الآن. فريد مايل معروف جدا دائما يقف لمساعدة ونصرة المسيحيين. في كثيرين في أستراليا يحاولون أن يبكتوا، يحاولون أن يخفقوا هذا الصوت الحرية. إحنا نقول لا، لا للشريعة، ونريد سيادة القانون اللي هو على المبادئ المسيحية. ما أريد أنه تكون تترجم الحرية أنه عندي حرية لأقتل، هذه حرية شيطانية ونحن نرفضها. ولهذا أطالب يعني من أخواننا كلهم أنه ليس إحنا موضوع سياسة، لكن موضوع أن نمارس حريتنا للتبشير والكلام وفي حرية اللي تتمتع في هذا البلد. هذا هو يوم، ليس يوما للسكوت. حضرتك قصير، ما حضرتك أخذ وقت كثير. لا ولا همك. أنا بشجع. نعم. بالمناسبة بما أنك حضرتك معنا، بشجع كل أحبائنا المسيحيين في المناطق اللي هي ولاية نيو ساوث ويلز اللي من ضمنها سيدني، أنه يفكروا أنه يدعموا أي مرشح مسيحي عنده مبادئ مسيحية، لأنه في كثير ناس مرشحين بالأحزاب الثلاثة الرئيسية، يعني حزب المسيحي CDP وحزب العمال وحزب الأحرار. أي شخص بتشوفوه أنه بناسب تعاليم المسيح وبيدعم الدعوة المسيحية والحرية وحرية لجميع الناس، لكن احنا ما بدنا مثل ما قال الأسيس أدوارد أنه شريعة إسلامية تحكم الناس، لأنه حتى الشيعي بينظلم من السني بسبب هيدي الشريعة. فنحن ما بدنا شريعة، بدنا قانون يطال الجميع بالعدل والحق، والكل يعبد على طريقته. المسلم بده يعبد إلهه الخاص فيه، يعبد، المهم يكون ما يؤذي غيره ولا يتسبب بالضرر للآخرين. فالمسيحية تؤمن بحرية الفرد وحرية العبادة لكل إنسان، والله بعدين يحاسب الناس يوم الدين. بتحب تضيف أي شيء آخر أسيس أدوارد؟ نعم حضرة القسيس، ربي باركك على كلامك. ربي باركك. صراحة بس حابب أنور على شيء معين، أنه فعلا في مسيحيين كثيرين وخافوا الرب وواقفين في الحق، لكن اليوم في شيء حابب أوضحه لأحبائنا قبل أن يصوتوا. الموضوع ليس موضوع اللي واقف ومرشح نفسه، الموضوع هو موضوع الحزب ومبادئ الحزب. نعم. هل يقدر يسنده؟ مثلا أنا لو مرشح نفسي من أي حزب وحابب أن أسند الحرية في المسيح، لكن الحزب لا يوافق عليها. نعم. فأنا أضيع صوتي، يعني حرام. فإحنا اليوم إحنا بنتكلم عن موضوع نرفع أصواتنا للحزب المسيحي الديمقراطي اللي أثبت نفسه مخلص لمساندة ومعونة والحرية لكل شخص يمارس. وإحنا نريد نساعد إخواننا المسلمين. حضرت بسيط. نعم. نعم. إخواننا المسلمين حالهم حالنا، أيضا في ضغوطات عليهم يكون. فإحنا نقول نريد سيادة القانون الحريات. نعم. حتى نحميهم من الناس المرضى المتعطشين للدم. صحيح. اللي مستقين بشهوات وقيود. صحيح. مالية والسيطرة. إحنا نقول إحنا نسندكم، إحنا معاكم وليكم الحرية، تمارسوا شيء المبادئ والأفكار اللي عندكم، لكن في حدود سيادة القانون. أنا بتصور أسيس أدوارد، بتصور أسيس أدوارد قبل ما أنسى، أنه نحن إذا بنقول للأخ المسلم نحن منحبك ومنحب يكون عندك حرية، لا نتراجع ولا نكذب. لكن لما الإخوان قالوا للمسيحيين في مصر نحن نؤمن بالحرية وسنعطيكم حريتكم، هلكوهم وتراجعوا عن كل الكلام، لأنه في عندهم مبادئ التقية. لكن الحزب المسيحي حسب ما بفهم أنا الكلمة كلمة واضحة، أنه الرب يسوع بيحب كل الناس، بيحب المسلم، بيحب المسيحي، بيحب كل إنسان، بيحب يخلص الكل. لكن إذا شخص ما بيريد يقبل المسيح، المسيحية لا تؤمن بالفرد، لا تفرض نفسها على الآخرين، ولا بالقمع ولا بالسيطرة ولا بالعنف. طيب تفضل الكلمة الأخيرة من فضلك. نعم حضرت بسيط، بس حاب أوضح إخواننا في منطقة فيتل تشمل جيلسبرد ويست جيلسبرد كاليها تانيفيل، تروح لحد ويكلي نورا، هذه كل المناطق. يا ريت اخواننا يصلوا واللي فيهم يساعدونا بطرق معينة، يساعدونا في توزيع الصور واليوم الانتخابات. انا اكون ممنون لهم لو يتصلوا بك وتتحول تليفوناتهم وتواصل مع الرب. يبارككم ويبارك. ورب يبارك حياتكم، خدمتكم الفاضلة.
لمجد اسم الرب. الرب يباركك ونحن بنتمنى لك كل خير. وانا بشكر قناه الكرمه اللي فعلا واقفه حتى تدعم الراي المسيحي والتعليم المسيحي والكرازه والحريه لجميع الناس. الرب يباركك وان شاء الله بنسمع الاخبار الحلوه عنك. امين. يا رب يبارك معك. طبعا كنا عم نتكلم عن مواضيع انه الانسان صائد بقيود متنوعه لكن لا يريد ان يعترف بها. وفيما نحن نتكلم مع الدكتور عاطف جاء ببالي شخص بيقول لك اول مره ذبحت واحد اضطربت بعدين صرت اذبح بسهوله. فكنا عم نتكلم عن القيد او العاده التي ندخل فيها وبعدين بصير شيء طبيعي مثل ما اي عاده حضرتك دخلت فيها في البدايه. وقلت انه الانسان لما بيتعود على اي شيء بالبدايه بيبقى للتسليه وبعدين بصير قيد ومن الصعب انه يتبدل الامر. بتحب توسع الفكره قليلا؟ ما اي قيود او اي ادمان هو يبدا بعاده بسيطه. نعم. ويبدا بطريقه مسليه ومفرحه ويخلي اللي حواليه يحسوا ان هم يعني كده منسجمين وحاجه زي كده. نعم. تبص تلاقي بعد شويه العاده دي تحولت الى شيء اقوى من ان هو يسيطر عليها. وبعد كده هو يبص تلاقي نفسه تحت ادمان شديد تحت قيود معينة مش قادر. نعم. الدكتور عاطف ذكر لنا قال ان في المخ حاجة او مادة بتطلع من المخ دي لو هي تزيد عن حدها بتنقلب ضدها، او بمعنى اخر خلينا اقول التعبير ده، اي حاجة تزيد عن حدها بتنقلب ضدها. يعني بمعنى ان احنا لو تركنا لنفسنا امرا ما بس نبص نتلاقى احنا مش قادرين بعد كده نعمل سيطرة عليه، مش قادرين نعمل كنترول عليه. ايه السبب؟ لان خلاص تغلغل فينا، امتلكنا، اصبح مسيطر على عقولنا وعلى مخاخنا، واصبحنا مش قادرين نعمل اي حاجة. حتى محبة المسيح؟ لا، محبة المسيح دي تحصرنا، محبة المسيح دي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. نعم. فدي لا تزداد فينا عمقا. نعم. يعني حتى احنا لو فعلا مستأثرين لمحبة المسيح تبص تلاقي هذه المحبة أثرتنا أكثر وأكثر. نعم. وخدتنا أكثر إلى العمق ونافع على كل من هم حولنا وليست مضرة. صحيح. عشان كده أنا بقول يعني الحقيقة أن إحنا محتاجين للتوجيه، أول كل حاجة محتاجين للتعليم، محتاجين أن إحنا نفهم أمور كثيرة. نعم. ليه بنسيب الأمور تسيطر علينا وتستولى علينا وتخلينا بعد كده مش قادرين؟ عايزين نتعلم ازاي يكون لنا اراده قويه في المسيح يسوع. نعم. عايزين نتعلم ازاي ندرب انفسنا كل يوم على الحياه التقيه وحياه القداسه. نعم. عايزين حياه تبقى شبعانه بالرب الهنا عشان نستطيع ان احنا نرفض كل عسل العالم. ليه الانسان للاسف بيصل الى هذه الحاله؟ لان عنده فراغ داخلي، ولو الفراغ ده هو عايز يملاه باي طريقه، فإذا ما كانش يملاه بالمحبة حيملاه بالأمور الأخرى اللي هي هتسبب المتاعب الكثيرة دي. عشان كده احنا محتاجين فعلا ان احنا نقعد مع انفسنا، هي جلسة مع النفس تستطيع ان تخلصك من مشاكل كثيرة. ربما تكون انت مثلا وصلت في مرحلة ما الى حالة خطيرة تحتاج الى علاج، ومش عيب ان انت تاخد علاج طبي، مش عيب، العلاج الطبي ده مهم جدا، لكن مش هو ده العلاج الكامل، هيبقى ده عبارة عن مسكنات. لكن بعد ما تتقابل مع الرب يسوع المسيح وفعلا يحررك الرب يسوع من كل هذه العادات السيئة وهذه الأمور الردية، تبص تلاقي نفسك انطلقت إلى حياة أفضل وشبعانة بالرب إلهنا. أشكرك جدا دكتور حليم. عم تسمعني من فضلك؟ ربي باكك. طبعا يمكن عندك تعليقات متنوعة حول الأحاديث اللي صارت، بتحب تضيف عليها نقاط قبل ما أنا أتحول لنقطة أخرى من فضلك؟ الحقيقة أنا أود أن أضيف بعض الأشياء على ما سمعته من الأحباء. لما تعرض هذه القضية على ناس نفسانيين، كل واحد بيقول بطريقته الخاصة، والتحليل النفسي يقول والتركيب النفسي يقول، لكن الحقيقة بحسب كلمة الله هنلاقي التشخيص الصحيح اللي قاد الإنسان إلى ما يسمى الإدمان، أو أنا بسميها بطريقتي العبودية والقيود التي تسيطر على الإنسان ولا يمكن أن يخرج منها
بذاته، في أسباب دعت إلى ذلك بحسب كلمة الله. يمكن احنا تكلمنا عن سبب أو اثنين. قلنا السبب الأول عدم معرفة الإنسان لنفسه، يعني الإنسان دايما بيدعي القوة والقدرة على أنه يستطيع أن يفعل الشيء ويتركه، وده كلام مش مظبوط. يفعله لكن لا يستطيع أن يتركه. من يفعل الخطية فهو عبد للخطية. يعني يقول لك أنا رايح ألعب قمار، طب روح ألعب قمار، ده مش مهلكة لنفسك ولمالك ولخراب بيتك؟ يقول لك لا أنا بلعب وعندي مقدرة إن أنا أبطل في أي وقت. لكن للأسف إن بيروح يلعب قمار واستعبد له ولا يمكن على الإطلاق أن يقلع عنه، فيدعي أنه قوي لكنه في ذات الوقت هو أضعف ما يكون على أن يسيطر على أي عادة أو أدمن فيها أو أي خطية وقع فيها. فعدم معرفة الإنسان لنفسه وقدراته تجعله على طول الخط يعيش القيود والعبودية والإدمان، والإدمان بصفة عامة، مش الإدمان في المخدرات، في إدمان في أشياء كتير. في ناس غير مدمنين، يقول لك الحمد لله أنا لا أشرب الخمور ولا المخدرات ولا التدخين. طب وأخباره إيه مع الإنترنت؟ وأخباره إيه مع الفيسبوك؟ والوقت اللي بيضيع مع الموبايلات والاتصالات المستمرة بالساعات الطويلة والرغي على الفايبر، يعني أشياء بحسب الطبيب بحسب المنطق البشري مش غلط لكن يدمن الإنسان فيها. فعدم معرفة الإنسان لنفسه يزيد من الإدمان ويزيد من العبودية، ده سبب من الأسباب. كمان في سبب تاني يمكن أحب أتكلموا عنه، الفراغ الداخلي. الإنسان عبارة، يعني أنا بيعجبني الصورة اللي بيرسموها للقلب، يعني بيعملوها كده شكل مخروطي. مين يملى القلب ده؟ المثلث الشكل. ففي فراغ، الإنسان بينخرط لعله يملى فراغه، إما بالمسلسلات إما بالأفلام القذرة إما الدخول في أماكن إباحية على الإنترنت أو لعب القمار أو الانخراط في التدخين والمخدرات أو الزواج خارج النطاق الشرعي اللي حلاله الرب. فراغ عاطفي قاتل، ومن يملأ هذا الفراغ؟ أدي سبب تاني. السبب الثالث اللي بيساعد على هذا الشيطان، وده المدمر المخرب اللي قال عنه رب المجد يسوع: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويسبح ويهلك. دايما الشيطان بيسرق الإنسان، يعني في يعني عبارة دايما بقولها، الشيطان يقول للإنسان جرب جرب، إن ما عجبكش سيب، فيجي يجرب مش هيعجبه لكن علشان يتراجع عنه مش هيسيبه الشيطان. يعني جرب السيجارة دي، طب جرب المخدر ده، جرب لعب القمار. لما يكتشف الخطأ يقول لا مش هجرب تاني، يقول له ما تجربش تاني بس إن كنت شاطر اطلع من اللي انت وقعت فيه. فالشيطان بيسرق الإنسان ويستعبده يهلكه ويزله، ده سبب تاني. في كمان سبب تاني، الميل الطبيعي الغريزي في قلب الإنسان يميل إلى الأشياء الممنوعة، كل ما هو ممنوع مرغوب. مين اللي جاب الأشياء دي؟ الانفصال عن الله. لما الإنسان انفصل عن الله كانت الكارثة الكبرى. لو وجد الإنسان باستمرار في القرب من الرب ما لا يحدث هذا، لكن انفصال الإنسان عن الرب إدى فرصة للشيطان يسيطر ويستعبد الإنسان، وبالتالي قاده إلى الانخراط في أمور لا تليق اللي احنا بنتكلم عنها، الإدمان بمختلف أشكاله وأنواعه المختلفة. في سبب آخر، المعاشرات الردية. واحد بيعتشر بالأشرار، أصدقاء السوء ماشي معاهم على طول، مادام ماشي معاهم فدول بيساعدوا على الانخراط في الأمور التي ليست هي لصالحه. في سبب آخر، طول أنات الرب على الخاطي علشان يرجع، استخدموا الإنسان للأسف لإتلاف نفسه. يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس أنفسهم بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. فالإنسان علشان طول أنات الرب ولا يعاقب بالسرعة منتظرا رجوعه إليه، الإنسان انخرط وتمادى في الشر والخطأ. سبب آخر، عدم معرفة الإنسان لطبيعة الله قاده إلى الإدمان والانخراط. مش عارف الله ده مين، كل اللي يعرفه
الله محبة. فإذا عرف يعني الله محبة ونسي إن الله عادل، الله قدوس بيكره الخطية يطالب. الإنسان بيضحك على نفسه بشوية أفعال بيعملها، شوية أعمال يعملها ومهيئ له ده الصلاح، أصوام بصومها ومهيئ له هو ده يجب أن يكون الصلوات، كله ده أنا مش ضده، ده يجب أن نصوم ونصلي ونعمل، بس مش هو ده اللي يحررني. عدم فهمي لطبيعة الله العادل الذي يطالب، اللي قال أجرة الخطية موت، ده يخليني عدم معرفتي أنخرط وأتمادى في الشر ولا أعتبره شر. العلاج والحل الوحيد لازم أفهم وأعرف إن أنا مستعبد مذلول في سلطة الشيطان والخطية، يسميها الإدمان، سميها العبودية، زي ما أنا أحتاج إلى شخص أقوى بكثير من كل شيء استعبدني، شخص بحبني، شخص ضحى لأجلي، شخص يريد الخير ليا، وده مش هتلاقيه في الوجود إطلاقا بين البشر ولا الأنبياء ولا الرسل. كل رسول وكل نبي له أخطاءه، واحد بس أحبني، جاب السماء علشاني، حمل كل قيود وخطاياي، دفع الحساب في الصليب، انتصر بالقيامة، قال أنا أحرركم. هو ده اللي يقدر يحرر. لما أرجع إلى هذا الشخص وأنا واثق فيه وأدعوه يدخل لقلبي وحررني، وأكد له يحرر من كل القيود، يكسر كل القيود، وأصير فيه خليقة جديدة. أشكرك جدا ربي باكك، فعلا جدا يعني تعليق رائع. دكتور عاطف، بالنسبة لل أنا مثل بسموها بالإنجليزي I need to highlight few things، بدي أسلط الضوء على بعض الخطايا. طبعا كل إثم، كل معصية، كل تعدي هو خطية، لكن في ناس كتير بيقول لك مثلا واقعين بعادات وممسكين بقيود، بس بيقول لك دي مش خطية. مثلا الدكتور حليم مثلا أتى على موضوع القمار، موضوع العلاقات النجسة وغيره وغيره، حتى موضوع وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك بيقعدوا عليه مثلا ساعات وايام. في ناس كنت عم بسمع امبارح بالذات عم يسالوا عن امراه، قالوا له خلاص مش مشكله، ملتهية بالفيسبوك، كانوا قبل يضلوا يتواصلوا معها ويشوفوها، قاعده على الفيسبوك ليل نهار. ده مش ادمان، ده مش عادات، دي مش قيد، هذا قيد. فبدي اعمل شويه هيك تنوير حول هذه القضايا. بتحب تفوت باي قيد من القيود؟ تفضل. لا بدي يعني لا احب اوضح مجموعه الادمانات. نعم. عندنا الادمان الاول بحس انه الكثيرين بيسلكوا فيه هو ادمان المشروبات الكحوليه. نعم. الكحول. ومرات كتير الناس بتبقى مسيطره بان هذا القيد والادمان الكحول ممكن يدمر حياتهم وبيتلف اجسادهم. وكثيرين صاروا يذهبون إلى الأماكن اللي فيها المشروبات. الإدمان الكحول ده إدمان سيء ومدمر. الإدمان اللي لا يقل أهمية عنه هو إدمان العقاقير، الأدوية اللي بتتباع بالصيدليات، اللي هي أساسا معمولة عشان بتعالج، سواء أدوية مهدئة أو أدوية منشطة. نعم. فالأدوية اللي بتتباع في الصيدليات لهذه الأغراض الطبية المفروض أنها تكون تحت إشراف طبي، للأسف اليوم ناس كثيرة بتعرف تتداول هذه الأدوية بطريقة غير طبيعية ومش تحت ملاحظة طبية، وإساءة استعمال هذه الأدوية بيصير فيها نوع من الإدمانات اللي الإنسان يصبح مش قادر يتخلص من هذه الأدوية، مثل ما بسموه مريض الوهم، بيصير متوهم إن هو مريض وبحاجة ليها. هو بيحتاج لجرعات أكبر، لأنه خلاص جسمه صار عشان يوصل لحالة اللذة والشعور بالإحساس بالشبع والرضا عن نفسه، هو محتاج إن ياخد جرعات أكتر، وكل ما بياخد جرعات أكتر كل ما بيبقى عنده إدمان أكتر لهذه الأدوية. الأمر الثالث هو نوعية المخدرات زي الحشيش والأفيون والماريجوانا والقات إلى آخره. دي أشياء الإنسان بيستعملها وهي أشياء طبيعية موجودة، نباتات طبيعية موجودة، لكن للأسف إنسان أساء استخدام هذه النوعية من النباتات الطبيعية في إحداث التخدير. فللأسف هذه الأشياء بتحدث، هي في جزء منها من الناحية الطبية مسكن للألم، لكن للأسف حتى تسكين الألم هو مش بيكتفوا إنه بيسكن الألم،
لكن هو عايز يغيب عن الوعي بلغة الناس اللي بتدمن، عايز يعمل دماغ، عايز يحس كده انه ان يشعر بالسعادة والانبساط. ده نوع من الادواع الادمانات. في عرفنا ان افلام الاباحيات او الافلام الجنسية دلوقتي القنوات الاباحية انتشرت، وانتشار النت في البيوت صار امر طبيعي، فكثير من الناس صارت تدمن هذا الامر. لكن حتى في ادمانات طبيعية انا بحس انها بتبتدي بسيطة، زي مثلا زي شرب القهوة والشاي. تخيل ان ممكن تصبح عادة وقيد، ان الانسان مش قادر يتخلى عن شرب القهوة والشاي. ودايما كانوا بيحذروا في الماضي، وده اللي احنا ما زلنا بنأيده، احذر السيجارة الاولى، احذر الكأس الاول. التحذير من الاشياء الصغيرة، لان ممكن الاشياء تبدأ صغيرة لكن بالنهاية تقود الى قيود خطيرة. كمان في ادمانات بحس انها كمان خطيرة، زي ادمان الطعام. وفي ناس تدمن التسوق، في ناس تدمن العمل لدرجة انها يعني شعار كثيرين العمل عبادة، يعني ادمان. وممكن يكون ادمان الكمبيوتر، يقعد على الكمبيوتر يلعب. زي ما قال الدكتور حليم، مجموعة كثيرة من الانواع للادمانات زي الفيسبوك والى اخره من الاشياء الحديثة. فالادمانات اشكالها متعددة، لكن عايز اوضح اني جزء كبير جدا من الارهاب اللي احنا بنحكي عنه او القيود او العادات راجعة نتيجة استعمال الادوية او المخدرات باستعمال الغير الطبيعي او التعود عليها، للدرجة اللي فيها بتخرب الاذهان، بتخرب الادمغة، بتخرب العقول، فبتقود هؤلاء الى ان يقودوا ان يكونوا مستعبدين لعادات اخرى. من الناحية الطبية مرات يحصل ربط ما بين نوعين من القيد. فمثلا خدعة يقولوا مثلا عشان تبقى قوي انت محتاج انك تدمن مخدرات، فتبص تلاقي ادمان الجنس مصحوب بادمان المخدرات، فتلاقي من يدمن الجنس يدمن المخدرات. وتلاقي يعني باب يدخل من باب، باب يدخل من باب، يرتبط ديب دي. والشيطان بيصور انه لما يبقى يستعمل المخدرات بيكون قوي، وده كذبة خادعة، لانها بتدمر الجسم، فبتصير الضعف اسوأ وبتصير الحالة مدمرة اكثر. يعني عدم فهم النتائج اللي بتخرب فيها في الادمغة وخلايا الدماغ كيف بتتخرب. يعني قرأت عن ان استخدام الحشيش مثلا بيدمر كتير من الخلايا في المخ، استخدام بعض الاشياء زي الماريجوانا والحاجات بيدمر كثير من الخلايا، فخلايا المخ بتتدمر. عشان ترجع مرة تاني جسم يستعيد الحاجات دي طبعا مش ممكن يحصل كده، وده اللي بيقود الى الادمان. عايز اشير لنقطة كمان لاحظناها في الخدمة، وهي ان مرات في نوعية من الشخصيات بتتأثر بالاخرين. فمثلا شاب ياخد واحد يروحوا على بوب يشربوا، هو مثلا مش هيشرب خمر لكن زميله بيشرب، يجي يقول له طب خد اشرب معي. هو ما عندوش الشخصية اللي خليه يقدر يقول لصديقه لا، فعدم القدرة على ان اقول لا بتخلي الواحد يعني يجرب. وتحت تأثير التجربة ياما كثيرين اتخدعوا وراء التجربة لدرجة انهم صاروا اليوم مقيدين بعادات كثيرة جدا بسبب التهاون. اجرب دي طب اشوف هيحصل فيها ايه. وزي ما كان بيقول الدكتور حليم، اللي بيقعد على مكنة البوكر ماشين وبيلعب مش شاعر انها ممكن تكون الامر ده قيد، ان ممكن اتحرر منه منين ما بحب اتوقف. لكن بيكتشف الانسان انه ما قادر، عشان يرجع تاني يشعر للذة اللي هو بيحتاجها لازم يرجع تاني لممارسة العادة دي او ممارسة القيد ده عشان يعيش مرة تاني. وده اللي بيخيل متى يعود
يطلبها مرة أخرى زي نفس الخمرة، يفوق بس من الخمرة بده يشرب تاني علشان خاطر يشعر أنه مازال عايز يشعر بنفس السعادة. فما فيش شبع في الإدمانات، لكن زي ما عرفنا أنه ما في حد ممكن يحرر إلا الرب يسوع المسيح عندما نقبله في القلب ويكون مخلص شخصي لحياتنا. قوة عمله فينا بعمل الروح القدس تقودنا للتحرير والشبع كل القيود والشبع بالتأكيد. أشكرك جدا أخ سمير. بدنا نتكلم قليلا عن طبعا الفرحة الأولى اللي واللذة الأولى يعني مثلا المقامر. أنا بتذكر أنا تعلقت بخطية القمار. أنا بتذكر إحنا كنا في القرية طلعنا نزور بيت جدي وكانوا الأقرباء قاعدين عم يلعبوا بفصل الشتاء قاعدين هيك عم يتسلوا على البونبون لولي شو بسموها بونبون بونبون وهيك. وأنا كنت شاب صغير بس أربح. فبعدين انتقلنا من البونبون اللي يمكن فرانك كانوا يقولوا فرانك أو خمس قروش ببلادنا أقل العملات يعني. أقل العملات وهي يعني شو خمس قروش يعني إذا بتخسر بتخسر لك ليرة بهذيك الأيام. وبعدين حلاوتها انتقلت إلى مرار. ورح نتكلم طبعا إذا بتحب أيضا نقرأ عن شرب الخمر اللي هو كمان مرتبط بموضوع الخطية. بيقول لك في الآخر تلسعك الحية إذا بتحب نقرأها ونوضح الفكرة أنه قديش بتشد الخطية بجاذبيتها وكيف إبليس بيحط الطعم للإنسان حتى يستدرجه تدريجيا وفيما بعد ينتهي بخراب الحياة وخراب البيوت. في ناس بينتحروا، في ناس بيبيعوا مجوهرات زوجاتهم، في ناس بيشغلوا زوجاتهم بالشر والخطية حتى يجيب فلوس. فبتحب ندخل على هذا الخط قليلا قليلا؟ نعم هذا الغرض من الحدثات بتاعتنا. تفضل. إزاي نقدر نسيطر على هذه الأمور في حياتنا؟ وأنا اتبسطت لما قال الأخونا حليم عن المحرر. الرب يسوع المسيح مكتوب عنه أن هو جاء لكي يحرر من كل القيود. روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين وأرسلني لكي أطلق المأسورين إلى الحرية. عشان كده ما فيش حد يقدر يحررنا من هذه القيود كلها. يعني ذكرت أكتر من 10-15 عادة سيئة وإدمان ممكن إن هو يقع في الإنسان. لكن هنعمل إيه؟ هل نستسلم؟ هل خلاص يعني نعتبر الموضوع مش قادرين يمكن نروح للأطباء؟ الأطباء يقولوا ما فيش أمل كبير، ويمكن الأطباء يدوك علاج لكن علاج للأسف غير متكامل، وممكن هو العلاج ده يتقلب نفسه إلى عادة أو يتقلب إلى إدمان تاني. تبص تلاقي نفسك أنت محاصر بأمور كتيرة. لكن لما نيجي للرب يسوع له كل المجد يقول كده إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا، وبعدين تعرفون الحق والحق يحرركم. إذن هنا بنشوف أن الحرية اللي في المسيح يسوع لا تجعل الإنسان يستعبد فيما بعد. يعني زي ما مثلا في غلاطية أصحاح 5 لما بيقول ممكن نقراها لأن عدد حلو الحقيقة. نتكلم عن اثبتوا إذن في الحرية التي حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. ففي عبودية وفي نير المؤمن أو الإنسان البعيد عن الله أو المؤمن برضك الضعيف. يعني إحنا ما نقدرش أبدا نقول إن لكن في مؤمنين للأسف بيخضعوا لأمور كثيرة جسدية وزمنية. وننساش إن الشيطان بيستخدم كل إمكانياته علشان خاطر يوقعنا في الخطيئة. الأصدقاء الأشرار زي ما سمعنا قبل كده سبب بلاوي بيحصل، سبب بلاوي منهم إنهم إزاي يقودون إلى هذه الأمور. عشان كده هو الكتاب بيقول مكسر الأصدقاء يخرب نفسه لكن يبقى الصديق ألزق من الأخ. عشان كده إحنا محتاجين فعلا نبتعد عن المعاشرات الردية لأنها بتفسد الأخلاق الجيدة. الحرية اللي في المسيح يسوع دي شيء ثمين وغالي ما نقدرش يعني مش عايزين بس المسيح، عايزين المسيح المحرر، المسيح اللي هو يستطيع أن يخلص من أمور كثيرة في حياتنا. إحنا محتاجين لهذا الأمر. ممكن نتكلم على الإدمان وممكن نتكلم على كل هذه الأمور والخمور وكل، لكن
الدام هذه القوات الشيطانية وهذا الجسد الفاسد اللي فينا ما نقدرش نعمل حاجة، لكن علينا أن ننظر إلى الرب يسوع المسيح المخلص الكامل اللي استطيع أن هو يحررنا من كل القيود ويخلصنا من كل هذه الضغوط. أمين أمين، أشكرك جدا. دكتور حليم، بدي طبعا أخذ معك تعليق وبعدين نأخذ ترنيمة حول هذا الموضوع. دكتور حليم عم تسمعني؟ نعم. طيب أنا رح أقرأ من فضلك بس على مسامع الأحباء المشاهدين، رح أقرأ هذه العبارة عبارتين يعني أو أفكار بيتكلم عن قيود الشر. بيقول في سفر الجامع على الإصحاح السابع عدد 25 بيقول: درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلا ولأعرف الشر أنه جهالة والحماقة أنها جنون، فوجدت أمر من الموت المرأة التي هي شباك. مرأة مخادعة، يعني مش كل النساء، هو عم يتكلم عن مرأة، امرأة مخادعة. بيقول: التي هي شباك وقلبها أشراك ويداها قيود، الصالح قدام الله ينجو منها، أما الخاطئ فيؤخذ بها. طبعا هذه كمان أيضا مرتبطة بموضوع الخطية. وأيضا يقول سفر الأمثال، بيتكلم بسفر الأمثال 23 أحبائي عن موضوع الخمرة اللي ربطها أيضا بالخطية. بيقول مثلا: لمن الويل، أمثال 23-29، لمن الويل، لمن الشقاوة، لمن المخاصمات، لمن الكرب، لمن الجروح بلا سبب، لمن ازمهرار العينين، الذين يدمنون الخمرة. والناس بيقول لك هو شرب الخمر خطية، ما هو أول كاس بوقعك بالتاني، والكاس التاني بوقعك بالتالت، والزنا أول بصة بتبص وبعد شوية بتصير تفتح الباب لخطايا أخرى، والقيود بتصير تنوضع على حياتك وبتخرب بيتك، ما بتعود تحب زوجتك، ما بتعود تحب خطيبتك، بتصير تستحل الشر والخطية. نفس الأمر الخطية هون بموضوع الخمر، بيقول للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. وبيقول الوحي: لا تنظر إلى الخمرة إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، في الآخر، أنت ما تنظر للأول، انظر للآخر، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان، عيناك تنظران الأجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية، بتصير تفكر بالشر، وتكون كمضطجع في قلب البحر أو كمضطجع على رأس سارية، ضايع راسك دماغك عم بلف. يقول: ضربوني ولم أتوجع، سكران مخدر، لقد لكؤوني ولم أعرف متى أستيقظ أعود أطلبها بعد. دكتور حليم، أنا مش رح أخسر وقت بالتعليق، من فضلك تعلق من فضلك على الأفكار اللي وضعناها إذا بتريد. الحقيقة أنا عاوز ألفت الانتباه لشيء احنا مش واخدين بالنا كبشر، مش واخدين بالنا عليه كتير، وهو ان الخطية عندما تأخذ صفة السيادة في مجتمع يصير كأنها لم تكن خطية، لأنها صارت مبدأ حياة في عالم. الشر انتشر أيام نوح وصارت سمة العصر، الشر والفساد الأخلاقي انتشر في أيام لوط وصار سمة عصره. لما الخطية تاخد صفة السيادة، الإنسان ما بيعتبرهاش خطية، بيحاول يحللها بحسب طريقته الخاصة، والسبب يرجع إلى الابتعاد عن كلمة الله. لو إحنا بنقرب من كلمة الله هنلاقي الصح والغلط، لكن المشكلة الإنسان ابتعد عن كلمة الله، فإدى للخطية يعني ما معنى محللات ومبررات. يعني مثلا الزواج خارج ما شرعه الرب حسب المكتوب الإلهي، يقول لك لا مش غلط، لأني مدام برضاها هي ورضاها هو، إيه الغلط فيه؟ ونسي حضرته أنه هو متزوج ومعها أولاد. على سبيل المثال، لما تلاقي مجتمع كله بيسكر، وإيه الغلط؟ مدى نبات برضو من النباتات، والكتاب ما فيش تصريح علني بيقول ان ما تشربوش خمر مع اني موجود. السارقة يقول لك مش غلط لاني محتاج، لو لانه جوعان ما كانش سرق. القتل دفاع عن النفس،
بتلاقي الإنسان يوجد مبررات لما يفعله وكأنه لم يفعل خطأ. هذا لا يمكن على الإطلاق أن يبرره أمام الله. يبرر نفسه من خلال إيجاد أعذار ومبررات، سواء يبرر نفسه أمام نفسه أو يبرر نفسه أمام الناس. لكن بالنسبة لله الخطية هي خطية، ولا يمكن تنازل الله عن حقوقه على الإطلاق. فعندما قال أن أجرة الخطية هي موت، فهي أجرة الخطية هي موت. الإنسان في ابتعاده عن الله وانفصاله كل شيء بالنسبة له يبقى مباح وسهل جدا. يعني لما حضرتك قريت عن المرأة الخداعة اللي يقول في سفر الأمثال رأيت الشابا بمر قدام بابها مع أنه يقول ابتعد عنها، فوحته بكسرة في نونها بملأ الشفتين صار وراءها كثور إلى السبع. أمور لما تقرأ في الكتاب المقدس أنا أعتقد تخلي الشاب أو الكبير يجي بعيد عن هذا الباب الخطير، باب النجاسة والزنا. لكن للأسف الإنسان بحاول يوجد مبررات لنفسه، لكنه يحصد بشكل غير عادي نتائج الخطيئة. فلكل عادة نتائج ولكل خطية نتائج، فيها نتائج اقتصادية، فيها نتائج عائلية، وفيها الأكبر والأصعب النتائج الأبدية. عشان كده الأمر يتطلب وقفة مع النفس بإخلاص. دايما بقول الإخلاص هو أقصر الطرق التي تقود الإنسان إلى معرفة الصواب. يقف مع نفسه شوي، إيه اللي أخده من الأمور؟ الشيطان بيقول له اكسب. كسب كام؟ خسر بيته، خسر نفسه، خسر ممتلكاته. يا مناس بعد بيوتها، الناس بعد زوجاتها للأسف. يخسر الإنسان دون أن يدري. يقف الإنسان مع نفسه لحظات، ما هي النتائج التي اجتناها التي يراها رائعة في حياتي نتيجة الانخراط في أي عادة؟ انفصال عن الله، يلاقي الخسارة لا تقدر بثمن هنا دنيويا قبل أن يذهب إلى الأبدية. عندما يحكم الإنسان عقله يفكر بإخلاص مع نفسه، أنا أعتقد هيدور على العلاج. ربما يذهب إلى أرباب المشورة، مش غلط، ربما يذهب إلى أطباء، مش غلط، لكن أقولها بصدق لا يصلح مع هؤلاء إطلاقا إلا المسيح المحرر كما سمعنا. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال. ثقيل الأحمال الإدمان بكافة أنواع أحمال. تعالوا إلي وأنا يعني يقينا قدرة قوة حب ما فيش تعصب فيها، وأنا أريحكم. دعوة مقدمة للجميع، للإنسان يسيب نفسه لهذه المتاهات، يدمر صحته ويدمر بيته بدون أن تكون هناك نتائج رائعة له أو فوائد، وفوق ذلك يصاب بالندم الأبدي عندما يجد نفسه في عذاب النار، يندم ولا ينفع الندم بعد زلة القدم. أشكرك جدا، من فضلك تبقى معانا بعد الترنيمة من فضلك. أحبائي طبعا مثل ما عم يتكلم الدكتور حليم، أنا إنسان طبعا عشت في العالم قبل ما أقبل الرب يسوع مخلص شخصي لحياتي، وسقطت في قيود متنوعة ومنها قيود القمار. كنت أحب ألعب قمار بالكازينو وقمار بوكر وعلى يعني أشياء متنوعة، وكنت لاقي فيها لذة، وكان الشيطان يقنعني مش أنه رغبة في المال. أنا اشتغلت في السعودية وطلعت فلوس كتير، لكن مش الموضوع كان موضوع المال، كان يقنعني الشيطان أنه هي فن وذكاء وبعدين يعني شيء مسلي وبتعرف. فالشيطان بيخدعنا بطرق متنوعة، لكن كنت أشعر إذا نهار مش قادر لاقي مجموعة تلعب بوكر كنت أشعر أنه يعني زي ما تقول كيف واحد بقول لك جسمي يرعاني متضايق منزعج بدي ألعب بوكر، إلى أن فعلا تقابلت مع الرب يسوع المسيح وقلت له للرب يسوع، قلت له يا رب أنا يعني في قيود كثيرة بتقيد حياتي، لكن من فضلك خلصني، أنا مش قادر خلص نفسي، أنت محرر. يعني كان الواعظ عم يوعظ، وقلت له يا رب إذا بتقطع قيودي وبتحررني بعيش كل أيام حياتي لشخصك. أحبائي من تلك اللحظة كل القيود، مش بس البوكر القمار، كل شيء كنت عايش فيه بالنفايات والنجاسات
قيمة إنسان جديد في المسيح يسوع. أقول الصدق في الرب، واللي بيعرفوني وعم بيشوفوا اللي أنا عم بيسمعوني قصدي يعني، وبيعرفوني قادرين يكذبوني إذا عم بحكي غلط. في ناس شافوني بعدين أني تغيرت والرب غيرني، صاروا يبكوا. ناس كتير من معارفي في بيروت ومن لبنان، طبعا لما كنت في لبنان يشوفوني عم بحكي عن المسيح وتبدلت 100%. في ناس صارت تبكي مش قادرة تصدق أنه هالقد الله بيغير الإنسان فعلا. مثل ما سمعنا تعال إلى المسيح. رح ناخد ترنيمة أحبائي ونرجع إليكم. إذا شخص على قلبه أن يتواصل معنا بمكالمة، تعليق معين، فكرة معينة، أرجوكم بعد الترنيمة نسمع أصواتكم، ابقوا معنا من فضلكم. رافعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة، ندخل نقبل إيديك الممدودة لنا بحياة. رافعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة، ندخل نقبل إيديك الممدودة لنا بحياة. وملناش غيرك أنت إلهنا الحي، بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غيرك أنت إلهنا الحي، بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. يا أبانا يا متكلنا، من غيرك انت يحن، ومن يشدد أملنا لحياة في ملء الرضا. يا أبانا يا متكلنا، من غيرك انت يحن، من يشدد أملنا لحياة في ملء الرضا. جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناس غيرك انت إلهنا الحي، بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. انت الإله اللي قلت لن يخسى منتظريه، منتظر نفسي ورجوت بالحمد لك والدعاء. انت الاله اللي قلت لن يخسى منتظريه، منتظر نفسي ورجوت بالحمد لك والدعاء. ملناش غيرك انت الهنا الحي، بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غيرك انت الهنا الحي، بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. يا الهنا حرر وحل من كل ربط الخطية، وامسك ايدين اللي زل ولا تنساش اللي ده. يا إله محرر وحل من كل ربط الخطية، وامسك ايدين اللي زل ولا تنساش اللي ده. ملناش غيرك انت إلهنا الحي، بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. نترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. يا أبانا توبنا ليك وافض علينا بنعمة، تخلي سوقنا إليك يليق بحب الإله. يا أبانا توبنا ليك وافض علينا بنعمة، تخلي سوقنا إليك يليق بحب الإله. ملناش غيرك أنت إلهنا الحي، بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملناش غيرك أنت إلهنا الحي، بنترجى
قلبك بابا لكل النحلة صلاة عدي وسور اللي مل أو كل تحت المرض وشف المطروح وكل من صدق إنك شفاء عدي وسور اللي مل أو كل تحت المرض وشف المطروح وكل من صدق إنك شفاء بلاش غيرك أنت إلهنا الحي بنترجى شايين ناحية قلبك بابا الكل بنحنا صلاة بلاش غيرك أنت إلهنا الحي بنترجى شايين ناحية قلبك بابا الكل بنحنا صلاة عسي المحسون وزيد منسوب الفرح له ده ما فيش خيرك يعيد البسمة فوق الشفاء عسي المحسون وزيد منسوب الفرح له ده ما فيش غيرك يعيد البسمة فوق الشفاء ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى شايين ناحية قلبك بابا الكل بنحضر صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى شايين 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 ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى شايين ناحية قلبك بابا الكل بنحضر صلاة زين ناحية قلبك بابا الكل نحن صدى أحبائي من جديد برحب فيكم باسم الرب يسوع. طبعا نحن اليوم أحبائي ببث مباشر وصرنا تقريبا بعد عنا نص ساعة ومننهي الحلقة. عنوان الحلقة قيود مفرحة لكن عاقبتها الموت. يعني تفرح الناس بالخطايا لكن هي قيود وبالنتيجة عاقبتها الموت. لكن هذه القيود لا تنكسر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. بالفداء نقبل المسيح محرر ومخلص وشافي وإلى ما هنالك. معنا طبعا ضيفان عزيزان في الاستوديو. معنا الدكتور عاطف ألبرت ومعنا أيضا خادم الرب الأخ سمير جندي. ومعنا أحبائي على سكايب من الأوفرسيز الدكتور الفاضل أيضا الدكتور حليم حسب الله. فنشكر طبعا الحلقة طبعا فيها أفكار متنوعة الرب أعطانا إياها حلوة الرب يبارككم. منحب ندخل قليلا حول موضوع عواقب الخطية. لأنه الإنسان بيقول لك أنا حر زي شمشون هو نذير للرب وكان كل شوي يتفضل وينزل صوب تمنى وصوب وادي صورك وينزل صوب غزة ويعيش بحالة يعني مش طبيعية وكان يظن نفسه أنه هو بيقدر يعمل كل شيء يعني أنا قوي جدا وأنا مسيطر وأنا ما عنديش مشكلة حتى سقط في حبائل دليلة فقلعوا عينيه طحنوا عليه بالسجن وبالنتيجة مات في معبد داجون لإله داجون. بتحب تتكلم بفضلك قليلا عن عواقب الخطية قديش صعبة وقديش بتزل وقديش بتحطم الإنسان وبتخرب البيوت. صحيح. إذا كنا بنحكي عن القيود والإدمانات والعادات وتأثيرها فبالتأكيد دها أكثر من جانب في التأثير. نعم. أول شيء جانب تأثير روحي على الإنسان فهي تدمر حياته وتقود إلى الهلاك الأبدي. دها جانب اجتماعي بتخرب علاقاته وتخرب أسرته وبيته وعائلته. بيكون لها جانب اقتصادي أو مادي بتضيع كل الممتلكات وكل شيء عنده الإنسان بيضيع. نعم. وآخر الكل ممكن يكون اللي بيعاني منه الشخص هو التأثير النفسي والتأثير الجسدي فبيدمر جسده وصحته وحياته الشخصية بتدمر بصير عنده إحباط نفسي وانهزامية بالتأكيد. نهيك على الـ 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 الشكل الجسماني
للمدمن اللي بيصير مدمن لهذه العادات الشريرة، حتى الشكل الجسماني بيصير نحيف، عيون زائغة، عندهم ثقة بالنفس، الاعتماد على الآخرين، ما عندوش قدرة على اتخاذ القرار، بيصير فاشل في حياته الدراسية، فاشل في حياته العملية، مش قادر يصرف على بيته، بيشعر بأنه مش إنسان، صار محطم. كثيرين سمعتهم في اختبارهم أنهم بيحكوا على أيام الذل والقطية أنهم كانوا مقيدين كالحيوانات، مش قادرين يتحرروا من أنهم بيعبدوا الخطية أو بيفعلوا الخطية وهم مأسورين بهذه القيود. بالتأكيد هذه النتائج والعواقب نتائج مدمرة. فمن جهة النتائج الأبدية لازم الخاطي يعرف بقيوده أنه هذه القيود هتدمر حياته الحاضرة وتقود إلى العذاب الأبدي، وما فيش حد هيعرف يحرره من القيود إلا المسيح. الوحيد اللي يعطي حياة أبدية وضمان أبدي هو المسيح. فنتيجة زي ما انت حكيت في اختبارك، لما قبلت المسيح اتحررت بلحظة، في لحظة، ما فيش شيء اسمه تدريبات وعم عود نفسي على شيء جديد، هو هي قوة المسيح. مجدا للرب. المرأة الخاطئة اللي نقرأ عنها مثلا زي المرأة السامرية، لما تقابلت مع الرب، مجرد ما تقابلت مع الرب تغيرت، صارت كارثة. بنهاية القصة اللي حكاها الرب في إنجيل يوحنا صح 4، المرأة اللي كانت خاطئة صارت كارثة، كانت بتبشر بالمسيح. شوف التحول، وكان عنده إدمان على أخذ الرجال. بالضبط. وده إدمان قاسي. مش سهل، روح زنا شديد. المرأة التي أمسكت في ذات الفعل في يوحنا 8، نفس الفكرة، أمسكوها وهي مذلولة، لم أن ترفع رأسها، لكن من استطاع أن يرفع رأسها في نهاية القصة بعد أن تقابلت مع المسيح وقال لها اذهبي ولا أنا أدينك، المرأة خرجت من هذه الجلسة رأسها مرفوعة. ما في حد بيقدر يرفع الرأس إلا المسيح. عشان كده كل مذلول، كل مقيد، وكل منحني، الطريقة الوحيدة للتحرير هي المسيح. عشان كده اللي احنا بنقوله مش كلام وعظ ولا كلام اعتدنا ان احنا نحكي او تعصب للمسيح، لكن احنا بنقول عن شخص حي مقام من بين الأموات، ليه القدرة الذاتية في ذاته عندما يسكن القلب يغير الحياة فيحرر الإنسان من هذه القيود. فدي تحرير من القيود الأبدية. كثيرين كانوا يدمنون القمار مثلا أو المشروب، لكن مجرد ما سمعوا صوت الرب وتقابلوا مع الرب وسمعوا صوت الإنجيل ودعوة الرب ليهم وذهبوا إلى الرب ورجعوا إلى الرب من كل قلوبهم، تعمرت بيوتهم. أنت حكيت أن ممكن المدمن يصل به الحال إلى أنه يبيع ثروة بيته، يبيع ممتلكاته، يبيع أغراض البيت اللي موجود عنده في البيت، والأولاد يبقوا مش عارفين يعيشوا، وبيصير بلا كرامة. بلا كرامة. أنا بعرف واحد بيلعب سبق، سبق الخيل. يا أخي بيشحد من الناس فلوس وبياخد وبينصب على هيدا وبينصب على هيدا وبينصب على، وبيقول له من فضلك ديني شوي، وبيعمل حاله جنتلمان، بس هو من جوه من الداخل مذلول. بالتأكيد. النوعيات اللي زي كده يعني سمعنا عن كثيرين مجرد ما تحرروا راحوا لزوجاتهم. مثلا شخص كان مدمن يضرب مراته، مثلا قرأت عن واحد كان بيضرب مراته مدمن بسبب القمور، وبعدين لما تقابل مع المسيح أول ما دخل راح قبل مراته وأخذها في حضنه وقبل أولاد يأخذوه في حضنهم، الزوجة والأولاد صاروا متعجبين إيه اللي حصل في بابا اليوم، بابا صار شخص جديد. وبعد كده ربك أكرم هذا الشخص وبدأ يعمر البيت ورجعت الأمور لحياتها. بس عايز أقول فعلا في المسيح تحرير. ففي عقائب عواقب مادية، بالتأكيد في عواقب مادية وصحية، في عقائب صحية، في عواقب صحية، في عواقب أسرية، دمار بالبيوت، بالتأكيد في دمار في البيوت. فبالتأكيد الإدمانات اللي الناس بتدمن فيها وهي مش شعرة إنها مدمرة، زي ما بيقول الكتاب، أي أخذ إنسان نار في حضنه ولا تحترق ثيابه، أو يمشي نار على على الجمر ولا تكتوي رجله، لابد أن تكون هناك حصاد، لابد أن يكون هناك نتائج حقيقية لابد أن يجنيها. لكن الوحيد اللي ممكن يعطي إنقاذ من هذا المصير المظلم هو الرب يسوع المسيح. مجدا للرب، مجدا للرب. أخ سمير بتحب تضيف نقاط معينة حول هذا الموضوع؟ لا أنا افتكرت أخونا الحبيب الدكتور عاطف يتكلم عن هذا الرجل الذي كان فيه لجؤون
قد ايه كان في شياطين كثيره. الشياطين كانوا مقيدين لدرجه ان هو كان يكسر الحديد، كان يقطع القيود، ما كانش حد قادر يذلله. لكن لما تقابل مع الرب يسوع المسيح له كل المجد وصار جالسا لابسا عاقلا، ايه اللي حصل؟ تغيير غير عادي. عشان كده هو احنا يعني قدام هذا السلطان الالهي احنا محتاجين ان احنا ناتي الى الرب يسوع بكل معنى الكلمه ونسلم امورنا ليه، وهو يستطيع ان يخلصنا مهما كانت الخطيه اللي احنا مستعبدين ليها. لان مكتوب ان حرركم الابن، احنا محتاجين للتحرير الالهي غير عادي. لكن موضوع شمشون ده الحقيقه موضوع مهم جدا، لأن جبار بأس زلته دليلة باحتيال خاص وسقط وكان لنا درس. وبص خد بالك من العقاب أو شوف النتيجة إيه. عواقب. العينين اللي كان بيبص بيها وبينظر ليها وبيشتاق بيها هي الأول، كل حاجة هي اللي تخلعت. العلوية. العينين والقوة اللي كان بيفتخر بيها وكان بيفكر إن هي قوته هو الشخصية صار يدور الراحة زي الحيوان، يطحن كالبهيمة. بالضبط. وكل أموره اتغيرت بسبب الشهوة اللي كانت في قلبه وسبب الشر اللي كان قدامه. لكن الرب رحمه، ودي محبة الله الحقيقة. أنا بشوف أن رغم أن هذه يعني الشخصية الفظيعة، لكن ربنا في الآخر سمع صلاته لما قال لهم في اسندوني على العمدان اللي قايم عليها المعبد. فحطوه وبعدين قال له رب اسمع صلاتي في هذه المرة، وصلى والرب أعطاه له قوة جديدة وخلصه. أنا عايز أقول إن مرات كثيرة إن إحنا بنفكر بطريقة إن إحنا نقدر ننتفض في أي وقت من الخطية اللي احنا عايشين فيها، لكن ده شبه مستحيل. هو شمشون ظن هكذا لأن لم يعلم ان الرب او الرب قد فارقه. هو الرب فارقه. الرب تركه خالص. وعندما يترك الرب الانسان يصير للاسف العوبه في يد الشيطان، لا قيمه له. وزي ما سمعنا دلوقتي ازاي يبقى انسان مذلول ومحطم وبلا كرامه قدام الناس، يشبه زي ما بيقول الكتاب يشبه البهائم التي تباد، انسان بلا كرامه. للاسف اني سمعت او عرفت عن شخص كنت اعرفه معرفه شخصيه، كان مستعبد للسيجاره زمان، من يمكن 40 سنه الكلام ده. كان مستعبد للسيجاره جدا لدرجه ان في يوم من الايام راح نام وبعدين نسي يجيب السجاير، وبص في الساعه بتاعته لها نص منتصف الليل، وقال ما فيش محلات دلوقتي فاتحه اعمل ايه، وهو مش قادر ينام علشان السيجاره لها تاثير مخدر على المخ. فكانت النتيجة ان هو قام وقعد يلم عقاب السجاير الصغيرة دي وعمل منها السجارة، جاب العقاب يعني 7-8 سجاير كده مكانوا ولفها من جديد علشان ايه ده. فشوف بعد كده هو بقى لما فاق من العمل ده قال بقى السجارة زلتني لهذه المقدار بهذه الكيفية، وبعدين عرف ازاي يتحرر منها بمجيئه الى المسيح. عشان كده الحقيقة لو احنا هنتكلم عن النتائج هي نتائج خطيرة جدا. وزي ما سمعنا ان بتحطم البيوت، بتخرب البيوت، بتبوظ الأسرة، بتشتت الأولاد، بتخلي الست تترك البيت وتهرب من هذا الإنسان اللي كل تفكيره ازاي يلعب القمار او ازاي يعيش في الشر وازاي يعيش في الخطيئة. الموضوع خطير جدا، واحنا نحتاج فعلا ان احنا نتأمل فيه كده بتعقل واتزان، ونشوف الحل الوحيد هو ان احنا نيجي للرب يسوع المخلص الذي يستطيع ان ينجينا من كل هذه القيود الفظيعه. امين. اشكرك جدا دكتور حليم. من فضلك فيما نتكلم نحن في هذه الامور، طبعا يحضرني اللي قالوا الوحي المقدس بحسب أعمال الرسل 16 أنه فيما كان القديس بولس وسيلة في السجن وعم بيسبحوا يسبحان الله ويصليان، بيقول الوحي المقدس انفكت، تزعزع المكان طبعا، وانفكت قيود المسجونين اللي حولهم، انفكت قيود الجميع وانفتحت الأبواب.
وهذا شيء واضح مش مرة، يعني مرات كثيرة بيذكر اللوح المقدس أن الذي يحطم القيود هو حضور إلهي، حضور روح الله في المسيح يسوع. فبتحب تعطينا من فضلك التأمل الأخير قبل ما نودعك من فضلك؟ الحقيقة أنا عاوز بس أضيف بعض الكلمات البسيطة بجوار ما قيل من الأحبة. تفضل. الخطية هي عملة ذات وجهين، وجه ظاهر وجه خفي. الوجه الظاهر هو أن الخطية جميلة ورائعة وتشبع الرغائب، ومحدش يقدر يقول أن الخطية سيئة إلا بعد أن يرى بعد ذلك العواقب أو النتائج. الشيطان دايما يحط قدام الإنسان أن روعة الخطية وجمالها وخلي الإنسان يحبها، لكن إيه النتائج والعواقب دي بيخبيها عنه تماما. لكن ما فيش خطية بيعملها الإنسان أو يستعبد ليها إلا ولها نتائج مرعبة ومزعجة، سواء اجتماعيا أو اقتصاديا أو نفسيا، الأمور اللي اتكلم عنها الأحبة. لكن عاوز أضيف على الكلام ده بس، هو عذاب الضمير. نعم. ده شيء ما ننساهوش. الخطية تنشئ في داخل الإنسان عذاب داخلي تؤرقه وتقلقه. في ناس بتنام على المنومات بسبب الشعور بالذنب، وتقود الإنسان لا للشعور بالذنب فقط وخزات الضمير اللي تتعبه، لكن تقوده للهروب من الله نفسه. الإنسان بيفكر أن الله يبطش به، جبار وغاضب ومنتقم، وما دام انا عملت الخطيه يطاردني، هيكسر رقبتي يقطع رقبتي. الله مش بالطريقه دي اطلاقا. الله محبه، الله عارف ان احنا استعبدنا، والله يريد ان يحررنا، والدليل انه ارسل ابنه الوحيد الينا لخلاصنا. بس الانسان نتيجه الاحساس الداخلي بالشر وعدم رضا الله عليه وساعده الشيطان في ذلك يهرب من الله. ادم عمل عملته هرب من الله. سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأن عريان فاختبأ. قايين دبح أخوه وقتلوه وهرب من وجه الله وقال أنا ما قتلتوش. فالخطية تجعل الإنسان يتعب داخليا ضميريا وتقود للهروب من الله. لكن من جانب آخر خلينا نحكي عن الله. الله يبحث عنه. فالآب انتظر ابنه الشارد اللي ابتعد، اللي انغمس، اللي صار مدمن في أمور كثيرة في لوقا 15، لكن بمجرد بس ما قرر وقال أقوم وأرجع إلى أبي، يقول الكتاب رآه أبوه فتحنن، ركض، وقع على عنقه، ملأه بالقبلات، أدخله البيت، عمله العجل المسمن الوليم. صارت الأمور متغيرة. الله أبونا مستني بس احنا نقول له رجع لك ويقدر يحررنا. ما نهربش، ما نتعذبش داخليا، لأن عذاب الضمير قاد الكثيرين للانتحار. الله مش عايزنا ننتحر، الله عاوزنا نرجع إليه. اقتربوا مني، ارجعوا إلي، تعالوا إلي. من آمن بي، من يقبل إلي. أمور جميلة. الله محبة، بنادينا إن نحن نرجع ونعمل ما هو يريدنا أن نعمله. عشان كده أشجع على العودة إلى الرب. جانب آخر، الراعي اللي ضاع منه خروف ترك 99 في البرين وذهب لأجل الضال حتى يجده. الرب بيبحث عنا. يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. شكده الرب يكسر القيود، يحطمها. مش طالب مني إن أنا أكسرها، طالب مني أنا أجيله بإيمان واثق. هل أثق أن الرب يقدر؟ إن كنت تستطيع شيئا تحنن علينا. ده قالها أبو الولد المصروع اللي كان عليه روح نجس، وفكر الرب ما يقدرش. الرب قال إن كنت أنت تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. لابد أن تثق. أحباء المشاهدين، يجب أن تتولد فينا الثقة في قدرة الرب أنه يستطيع أن يكسر القيود ويحررنا. هذا جانب. ومن الجانب الآخر، قال الأبرص للرب هذا التعبير، قال له إن أردت تقدر أن تطهر. أنا أثق إنك تقدر تطهرني، بس معقولة ترغب في واحد زيي؟ تحب واحد أبرص زيي؟
هو في حد يلمس الأبرص؟ في حد يقرب منه؟ ما بيخافوا لألا يتنجسوا منه. يقول الكتاب مش قال له الرب أريد فطر، لكن يقول تحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له أريد. يعني قبل ما يقول له أريد قال له أنا أرغب فيك، أنا أقبلك. الناس تهرب منك لأنك أبرص، لكن أنا بحبك وأنا ألمسك فينتقل طهري وقداستي إليك. يمكن انخرطت أحباء أحد المشاهدين، انخرط في الإدمان في القمار، يمكن امرأتك مش قادرة تتصورك وتطيئك بسبب تصرفاتك، أقاربك، أهلك، أحبابك، عفوا ممكن خادم كنيستك كمان. لكن إيه رأيك بقى؟ في واحد مش بيهرب منك، بيقرب منك، بحبك، بيقدم لك خلاص مجاني، دفعه في الصليب، دفع ثمنه في الصليب، بيمد إيده يلمسك. هل يقبلني؟ نعم. هل يقدر أن يحررني؟ نعم. وعندنا في الكتاب عينة، أخ الحبيب سمير يتكلم عن مجنون كرة الجدريين، من إلى شوف كان يعمل إيه؟ جرح نفسه بالحجارة، دمار للبيت والعائلة، قطع طرق، يمكن أكثر من الناس اللي ذبحوا حبايبنا في ليبيا. لكن إيه رأيك بقى؟ لما الرب يسوع وصل إليه صار عاقلا، جالسا، لابسا وجالسا عند قدمي يسوع. العقل رجع، العري انتهى، الجلوس بقي في المنطق، في الموضع الصح، جالسا عند قدمي يسوع. عشان كده الرب يستطيع، الرب يقدر، الرب برحب، الرب بيقول تعالوا إلي. أنا صلاتي من كل قلبي، وأعتقد بيشاركوني زملائي، إن هذه الحلقة لا تنتهي إلا وكل نفس تشعر بعبوديتها تكون جات للرب والرب حررها. وبعد كده هتلاقي نفسك تنشد نشيد الحرية وتقول حررني يسوع. أمين. أمين. ربي يبارك أخي الدكتور حليم، وإن شاء الله بنعمة رب نجتمع فيك مرة تاني بنعمة رب عما قريب. ربي يستخدمك ويباركك ويحمي خدمتك ويبارك خدمتك. طيب من وضعك دكتور حليم حتى نحن نحضر بس قليلا الفيديو اللي أعلنته قبل مرة، يعني عرضته قبل مرة، بس بدي أعرضه مرة تاني وبسرعة حتى المتأخرين يكونوا شافوا قديش قوة سلطان المسيح ومحبة المسيح تكسر القيود والقلوب العاصية. حضرة المخرج نحن جاهزين للموضوع، تفضل. As charged in count one for the death of Wendy Lee Caulfield. Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree? As charged in count two. Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Oh.
أحبائي من جديد برحب فيكم، وطبعا كما رأيتم هذا الفيديو لعبناه مرتين بالحلقة، ومش سهل نلعب فيديو مرتين، لكن أنا شخصيا حبيت أني ألعب هذا الفيديو حتى نري عمليا practical يعني كيف الإنسان المجرم قتل 48 نفس سيريال كيلر وما هزل ورمش أو جفن، لكن لما تكلم معه أحد يعني والد الضحية اللي قتلها قال له الناس اللي عم يحكوا معك في المحكمة بيكرهوك، وطبعا لهم الحق يكرهوه طبيعيا يكرهوه، بس قال له أنا I'm not one of them، أنا مش واحد منهم. لماذا؟ لأنه الذين هم في المسيح هم خليقة جديدة، بيقدر يحب وبيقدر يسامح وبيقدر يصلي لأجل العدو والقاتل، مع أنه أذانا وأهانا وأزلنا، لكن نحن في المسيح نستطيع أن نفعل أكثر مما نطلب أو نفتكر حتى، يعني طبعا المسيح بيعمل لنا بالصلاة ونحن أيضا أكثر مما نتصور. قال له أنا بسامحك، أنت إنسان مسامح. انفجر القاتل بالبكاء، وكما رأيتم يعني لماذا نعرض هذا الفيديو؟ لأن نحن حاليا بأزمات وقيود متنوعة حولنا، والناس مجرمين حولنا، واللص والزاني والمرأة اللي بتخطف زوج صديقتها، والرجال اللي بيخطف امرأة صديقه، وكل واحد قيود 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 ما بيحطمها وما بيكسرها وما بيعطي سلام وبركة وحرية إلا المسيح. من أجل ذلك تعال للمسيح. رح سلم الحديث والحوار طبعا للأحبة حتى نسمع منكم التعليق الأخير، وبنختم الحلقة بنعمة الرب يسوع المسيح. أمين. فهمنا من خلال الحلقة أن في قيود، نعم، وفي عبودية، نعم، والإنسان مسكين ضعيف ما بيقدرش يتحرر من حاله، لازم يلجأ للمسيح. صح. إذا ما لجأش للمسيح ما فيش قوة تحرر. لكن في بعض الأمور بحب أن أوجهها للمستمعين والمشاهدين على أنهم يأخذوا بالهم منها عشان ما يقودوهم ما ينقادوش إلى هذه النهاية. نعم. أول شيء بركزهم بأربعة كلمات بسيطة: اغلق، اهرب، اشبع، اخدم، انشغل. اغلق، البوابات اللي بيدخل منها العدو لحياة الناس لازم تغلق، إذا ما أمناش عينينا بتدخل الخطية من خلال النظر، إذا ما أمناش وداننا بتدخل الخطية من خلال ما نسمع، وهكذا لازم نقفل الأبواب عشان ما تقدر تدخل الخطية، كما يقول الكتاب لا تعطوا إبليس مكانا. تمام. نعم. الأفكار هو خط الدفاع الأول، إبليس لازم يبتدي الأول بالفكرة، فأي خطية بدأت فكرة، يعني قبل ما القتلة دول يقتلوا فكروا في القتل وخططوا للقتل واختاروا النوعية اللي عايزين يقتلوها، فكانت البداية إيه؟ فكرة لذت لهم يعني. إذن القصة في البداية كيف أنا بحاصر فكري، أغلق فكري عشان خاطر ما أبتدي أسترسل. لما الأفكار دي بترس توصل إلى الفكر لازم أنا بتعلم أعمل كنترول. عشان كده في آية جميلة بحبها في بطرس الأولى: منطقوا أحقاء ذهنكم. نعم. لازم الذهن يتمنطق زي منطقة الحقوين، الذهن يتمنطق بمعنى ان مش اي افكار تتوارد على الذهن اقبلها. نعم. مش اي رسالة توصل لذاكرتي استوعبها، لازم يكون في فلتريشن، في فلترة، اقفل قفلة كويسة، مش اي حاجة اخليها تتسرب لحياتي. الكتاب بيقول لنا ان الذباب الميت يخمر او ينتن طيب العطار. نعم. وعشان كده الخطية الصغيرة لما تدخل للحياة بتدمر الحياة، فلو أنا أغلقت كل إناء وعاء ليس عليه سداد بعصابة فهو نجس. عشان كده حلوة حياتي تبقى مغلقة، ما تنفعش أسيب ذهني مفتوح ولا عيني مفتوحة ولا شهواتي مفتوحة. الكتاب بيقول لا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات، بل البسوا الرب يسوع المسيح. مهم. إذن النصيحة الأولى أن نغلق أبواب الأذهان. الأمر الثاني الهروب. ما في حد منا يقدر يقول أنا قوي، أنا هقدر. لا، الخطية قيل عنها في الكتاب أنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. سمعنا عن شمشون قوي، لكن الخطية هي اللي دمرته، فكثيرين بيدعوا أنهم أقوياء. لا، الخطية ملهاش كبير، ممكن تذل أكبر واحد. عشان كده الكتاب بيحذرنا: من هو قائم فلينظر ألا يسقط. نعم. مفيش حد يستكبر ويقول أن أنا في ذاتي أقدر أنتصر. إذا قدرت أنا أهرب
أما الشهوات الشبابية فاهرب منها. في خطايا لازم ما بينفع أن أقف قدامها، لازم أهرب منها. أهرب من السجارة الأولى، أهرب من النظرة الأولى، أهرب من الكأس الأول، أهرب من العلاقة الأولى، أهرب من أي شيء هيشدني للخطيئة. يبقى أغلق أهرب. أمر الثالث أشبع. النفس فيها رغبات واحتياجات، إذا ما تشبعتش هذه الرغبات والاحتياجات الجوع الطبيعي الإنساني الداخلي بيقود الإنسان أنه يبحث عن كيف يشبع هذا الجوع. فنتيجة البحث عن الإشباع بيحاول يجد في هذا المكان أو ذلك المكان طريق للإشباع. كل النتيجة أنه مش بيعرف يشبع. مين اللي بيعرف يشبع؟ المسيح. وزي ما سمعنا أنه هو الشخص الوحيد اللي يملى القلب ويملى العين ويملى الفكر. آخر شيء الفراغ سمعنا عنه من قبل، بس عشان كده بقول لازم ننشغل. إذا ما انشغلنا وقتنا كان كله مشغول وحياتنا تكريس وعطاء للرب وخدمة للرب. إذا أنا مسترخي، يا ما كثيرين سقطوا بسبب الاسترخاء، زي داود سقط في الخطية بسبب الاسترخاء، كان يتمشى على السطح. فإذا إحنا كنا في وعي مش غلط نسترخي كصحة، لا لكن في استرخاء روحي، استرخاء اللي هو عدم الوعي أو عدم السهر على الحياة الروحية. هو ده المقصود به، اللي بيخلي إن في فراغ موجود والشيطان يستغل الفراغ محاول أن يملأ هذا الفراغ. أشكرك جدا ربي باكك. أخ سمير، الكلمات الأخيرة من فضلك. عدم الثقة في النفس ده أهم نقطة في الموضوع. أنا مرات كثيرة بفكر إن أنا في أي وقت أقدر أنتفض وأقدر أتخلص من الضعفات اللي عندي. عدم الثقة أو الثقة بالنفس؟ عدم الثقة، أنا ما ثقش في نفسي. أوكي، very good. أنا لا أثق في نفسي إطلاقا. بل أثق بالرب. الرسول قال أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيا. أو مرة تانية يقول أنا أول الخطاة. أنا لا أستطيع بنفسي أن أتخلص من أمور كثيرة في حياتي. ما حطش ثقة في أني أقدر، أنا قادر، أنا أستطيع. ناس كثيرة دلوقتي أو العلم الفلسفي بيقول لك أنت تقدر تعمل اللي أنت عايزه، وأنت عندك القدرة وعندك الإمكانيات وعندك وتبص بيملوك بهذه الأفكار لدرجة أنك أنت لما تحاول أنك تعملها تبص ليك مش قادر، بل مهزوم 100%. خدعوك. لكن في الحقيقة الحاجة التانية اللي عاوز أختم بيها، أول المسؤولية بتاعتنا، أنت مسؤول أمام الله عن كل قرش بيخش جيبك، عن كل صحتك، معنوياتك، كل شيء أنت مسؤول أمام الله، وستعطي حسابا أمام الله عما فعلت في حياتك. ولابد أنك ستقف أمام كرسي المسيح إذا كنت أنت مؤمن حقيقي. هتقف وسيعطي ويكون في بركات وأكاليل للنفس اللي هي فعلا أحبت الرب ومشيت في طريق الرب. لكن أي نفس للأسف تحس إن هي مستعبدة ومش قادرة تقوم، وأرجو إن هي تاخد بالها، لأن ما فيش حل غير الاتجاه إلى ربنا يسوع المسيح. أمين أمين. أشكركم جدا والرب يبارككم ويبارك الدكتور حليم اللي شارك معنا. أحبائي طبعا النقطة الأخيرة هي كما قلت، طبعا طرحت الفكرة على الدكتور حليم بأعمال الرسل 16، أنه لما القديس بولس كان عم بيصلي وبيسبح الرب هو وسيلة، القديس سيلة، انفكت قيود الجميع. ما فيش يعني تكسير للقيد إلا في المسيح. قال له يا رب يسوع أنا سمعت صوتك، غسل قلب الخاطي بدم ذبيحتك، املأني بروحك الطاهر، روح القوة والقداسة والنشاط، وأعطيني حياة أبدية باسم المسيح يا أبانا. وللآب والابن والروح القدس الإله الواحد المثلث الأقانيم المجد والكرامة إلى أبد الآبدين. آمين. رب يحفظكم ويبارككم. إلى اللقاء. أشكركم.